بص ممكن تاخد ده بس اتفضل يا شرف. يلا بس عشان هو ده مش عشان نبدأ بقى دلوقتي يلا طيب السلام عليكم ومساء الخير. تحية لكل الحضور من أعضاء منظمة التنمية العمرانية، وتحية لكل الحضور معانا الليلة في الإيفنت رقم 15 ضمن برنامج السي بي دي المقدم من مركز مكتب التدريب والتأهيل لمنظمة التنمية العمرانية السودانية. مكتب التدريب والتأهيل في التنمية العمرانية حسب البايلوت بتاع المنظمة عنده أهداف وبرامج، منها توسيع دائرة عمل المنظمة، ومنها تزويد المشاركين بمهارات وسكيلز تعمل بروموشن لأهداف في مستوى الممارس. في الفقرة دي بالذات في تطوير المهارات أو رفع القدرات الكابست بيلدينج، سواء كان للأعضاء من منظمة التنمية العمرانية أو الأعضاء من خارج المنظمة. المكتب من شهر أغسطس 2020 بدأ برنامج Continuing Professional Development أو CPD. لو عرفنا CPD، إنه CPD هو زي Intent أو هو عبارة عن Expression used to describe the commitment to lifelong learning. أي commitment to lifelong learning ده بيعتبر CPD. وبرضه CPD is considered anything that helps you expand your knowledge. أي حاجة تخليك expand your knowledge، تزيد القدرات حقتك CPD، أو تخليك to maintain up to technical skills or progress your engineering career. كلها التعريف بتاع CPD. لو جينا اختصارا عرفنا CPD اللي هو build and enhance knowledge and skills. جمال CPD إنه أي حاجة تساعدك to build and enhance knowledge بتاعتك هي بتعتبر CPD. طيب CPD عنده sources، يعني مصادر CPD. واحدة من أهم المصادر السي بي دي اللي هي حضور السيمينارات أو الوركشوبس أو الكورسات أو التدريبات التدريبية. واحدة برضو من مصادر الليلة إنك تحضر الإيفنتات، برضو بحضر مصادر السي بي دي. المصادر الثانية للسي بي دي إنك تقرأ ماجازينز في توبكس معين، أو تعمل بيبرز في أو تقدم بيبرز في توبك معين. وبرضو إنك to learn new software or codes، تعمل implementation or create a new system، أو تعمل implementation or conduct business أو research activities. برضو واحدة من مصادر CBD اللي هي engagement في community service. الكلام ده ممكن إنك تزيد السكيلز بتاعتك في communication أو business management أو risk management. كلها sources أو مصادر للCBD. لو جينا شفنا اهداف السي بي دي، ما هي اهداف السي بي دي؟ ممكن نقسم الاهداف دي لتو ديفرنت كاتيجوريز. بالنسبه للانديفيدوالز، يعني سي بي دي بيساعد او بيدي الانديفيدوالز واحده من الحاجات قلناها سابقا، انه مينتين تكنيكال كومبتنس، انك تكون قاعد كل مره بتزيد التكنيكال كومبتنس بتاعتك، وبيحصل لك انهانس الفكتنس بتاعك في الورك بليس، في الاورجنايزيشن، في اي حاجه تطلع لك منك. يديك القدرة إنك to help influence the lead، يزيد الـ leadership skills حقتك، يخليك successfully deal with change في الكارير بتاعك، الكارير shift ديك easy move في الكارير shift بتاعك. وبرضو من الحاجة المهمة جدا better serve the community، إنك تخليك يكون عندك engagement better serve the community أو society. لو جينا على في الشق الكاتيجوري الثاني الـ organizations أو الـ corporation، المنظمات أو الهيئات أو الشركات، الفوائد الـ CBD إنه بيخلي الـ individuals inside the organization أو الـ corporation بيخليهم إنه يكونوا focus، إنه كل مرة يكونوا more competent effective professional، بيخليهم يكونوا focus في موضوع الـ competent دي، وبيخليهم يكون عندهم interest في training و learning increase، وبيزيد لهم الـ confidence والـ capability skills حقتهم. برضو بصورة عامة السي بي دي عنده فوائد للمنظمات، انه بيحصل لها بيتر ريكوجنيشن، بيحصل لها بيتر ريكوجنيشن وين ذي ابلاي السي بي دي على الانترنال سيستم بتاع الانترنال يوز بتاع السي بي دي داخل المؤسسة. بيعمل بروموت هيلث ليرنينج كلتشر وزين الستاف او وزين
الممبر او الممبر شيب، وبيخلي الناس مور انه يكون عندهم فول فيد للورك للورك فورس بتاعك، او بيخليهم يكونوا دائما دايرين تو ريتين فاليبل. عليه زين السي بي دي بروجرام حضرتنا الليله بعنوان البين صوره البناء محاضره 15 ديوان سي بي دي. شرفني جدا يكون ضيفنا الليله باشمهندس عمر سليم. باشمهندس عمر سليم هو ريسيرش اسيستنت على قطر يونيفرسيتي، وهو فاوندر اوف بيم اريبيا ريسيرش ماجازين، وايضا هو اديتور اوف بيم عربي ديكشنري فيرجن، وبيم امبلمنتيشن اكسبيرت، وبيم بروجكت مانجر. باشمهندس عمر سليم is basically a project manager with 12 years of experience. وعنده participation in developing protection system server large scale firms of GCC consultation, including Syria, Egypt, Qatar. Has been working as BIM support, coordination standards and workflow, and developing content for multiple teams working with BIM. Also worked with many consultation architect and construction with the aim of developing coordination standards for projects, reduce error rates and interaction problem. Bashmandis Omar Salim has many several specialists, who specialists for Revit management and implementation, for CAD management, for presentation graphics, for the specialist في موضوع building information modeling and BIM, عنوان محاضرتنا الليلة, the 3D modeling, the SketchUp, making technology recommendations. برضو عنده large experience في software training and monitoring, while coordination design teams and extracting data in the BIM environment, وايضا organization MEB protection system. سعيدين جدا استضافتك معنا الليله باشمهندس عمر. نحن ممكن نبدا البرزنتيشن. تفضل يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم جميعا، وشكرا للساده الحضور، شكرا للشمس اشرف، وشكرا رائع. وان شاء الله النهارده هنتكلم على تقنيه عملت ضجه في عالم البناء، الا وهي تكنولوجيا البيم. انا حابب بس قبل ما ابدا اشكر الفريق بتاع عمرانيه. انا دخلت على الصفحه لقيت فعلا محاضرات قويه ومحاضرات شيقه، ان شاء الله الواحد يسمعها ويستفاد منها باذن الله. طيب احنا هنتكلم على حاجه مهمه جدا، موضوع البيم. طبعا من زمان جدا واي مشروع بيتعمل بيكون مهم بالنسبه لنا ان احنا نعرف المشروع دوت هيكلف كام وهياخد وقت قد ايه. يعني لما يكون مشروع كبير ما اتعملش قبل، مدينه جديده او برج جديد او مبنى جديد، بيبقى عندنا مشكله ان احنا مش قادرين نحدد هيبقى التكلفه قد ايه والوقت اللي ياخده قد ايه. في بعض المشاريع يعني مثلا مسجد السلطان حسن، السلطان حسن نفسه لقى ان خزانه الدوله بتخلص، فقال يعني لولا ان يقال ان سلطان مصر مش قادر يبني المسجد دوت كنت قلت لكم وقفوا بنا. يعني استنزف الخزانه الدوله، ويعني المسجد خلص والسلطان خلاص مات بعدها باشهر بسيطه. يعني فدي الفكره كلها، ان احنا محتاجين يبقى عندنا معلومات كافيه عشان اقدر ادير المشروع دي يعني من زمان جدا. طب زمان كانوا بيعملوا ايه مثلا لما جم يبنوا الاهرامات او 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 اولا بتبقى الخزانه مفتوحه، يعني الملك بيقول لهم خدوا زي ما انتم عايزين، ما عندوش تكلفه معينه. احنا دلوقتي عندنا قيود، احنا لما بنعمل اي مشروع بيبقى عندنا كذا قيد موجودين. مثلا قيد يقول لك ايه، المشروع لازم يخلص خلال مثلا 3 سنين، خلال سنتين، فده قيد لازم تلتزم بيه. لو ما التزمتش بيه ممكن يبقى فيه غرامات وفيه خساره على الشركه، المشروع ما يزيدش تكلفته عن كذا، لو زاد تكلفته الشركه هي اللي بتتحمله، فده لازم يكون فيه دراسه. وده اللي اوجد البيم، ان لان ان احنا الاسلوب التقليدي ما بيديناش معلومات، ما بيفيدناش بشكل قوي، فبدانا ندور على اي تكنولوجيا مفيده لحد ما طلع لنا تكنولوجيا البيم. طيب من ضمن الحاجات برضو ان كان في مشاكل كتيره جدا بتحصل نتيجه لعدم الدراسه، عدم التخيل. يعني في المخطط بيبقى عندي رامب هنا، بس انا مش قادر اتخيل لما هيتنفذ هيبقى عامل ازاي.
تمام، انما في البيم اقدر اتخيلها برضو حاجه زي كده، مجرد ان انا اعمل ووك ثرو او امشي جوه المبنى هكتشف المشاكل اللي زي دي. في عندنا مشاكل كتيره جدا في موضوع الكوردينيشن بين الاقسام المختلفه حتى بين القسم الواحد، ما بنقدرش نتخيل المشاكل غير اثناء الموقع، ونضطر ان احنا نوقف الشغل فتره لحد ما نحل المشكله. في اهدار كبير جدا تقريبا 25% بيبقى هدر بسبب ان في مشاكل كتيره جدا في البناء. فتكنولوجيا البيم مش للدول المتقدمه بس، لا ده كل الدول لازم تاخد بالتكنولوجيا ديت. هو موضوع بسيط وليس حكرا على احد وليس حكرا على شركه معينه، ما بنعملش دعايه لشركه معينه، لا احنا بنقول للناس خد التكنولوجيا ودور على اي برنامج قوي تقدر تعمل بيه الفكر دوت والتكنولوجيا ديت. الفكره كلها ان انا احط كل معلومات المشروع جوه الكمبيوتر بحيث لو انا عايز اي معلومه اقدر اخدها بسهوله. دي الفكره كلها. فيعني حتى الدول اللي مثلا عندها مشاكل او لسه، دي مش رفاهيه، ده احنا بنحاول ان احنا نوفر ونقلل الهدر. وبدل ما المشروع بيتكلف مثلا 20 مليون، لا احنا عايزينه يتكلف 15 مليون، احنا اولى بالمبلغ دوت ونسلم المشروع في الوقت بتاعه. دي هي الفكره كلها. احنا بنلاقي الناس كتيره جدا يعني حتى الملاك يقول لك انا مش هو ده اللي انا كنت متخيله، كنت متخيل المشروع واللي طلع في الاخر حاجه تانية خالص. تمام تمام هحاول ابعت ان شاء الله المحاضره PDF اللي عايز يقرا فيها شويه. طيب عندنا مشاكل كتيره، فهو المشاكل هي اللي اولت البيم، مش البيم جه موضه وراح فرض نفسه، لا في مشاكل كتيره جدا زي مشاكل في الديسيجن ميكنج، لان هو مش لاقي المعلومات اللي هو محتاجها فبيضطر ان هو يخمن، في نوع من انواع الاعتماد على الخبره السابقه وليس الاعتماد على المعلومات الحقيقيه. في مشكله في الفاليو انجينيرنج، في مشكله في الاي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري، ان احنا كلنا نبقى فريق واحد من اول المشروع، مش نقول دي شركه كذا وشركه كذا. في مشاكل كتير في الاداره محتاجه معلومات، يعني هيدير ازاي من غير معلومات؟ فالبيم قدر يوفر لنا المعلومات دي. زي ما شايفين 30% من المشاريع ما حققتش البادجت، لا تعدت البادجت وده رقم كبير جدا. 92% من الكلاينت لما بيشوف المشروع في الاخر مش هو ده اللي هو عايزه، كل شويه معترض على اللي بيحصل. 37% من الماتيريال بتبقى في المجال الكونستراكشن بيبقى فيها هدر. 10% من الكوست بتاعت المشروع النتيجه تشينج اوردر، تشينج اوردر نتيجه ان المالك مش هو ده اللي متخيله. فاحنا عندنا مشاكل كتيره جدا. تمام، فطلع لنا البيم. هل البيم هو الكاد او تطوير لي؟ لا، ده منفصل تماما عن دوت. الكاد بيعتمد على خطوط واقواس وحاجات زي كده، تكنولوجيا مختلفه تماما عن البيم. البيم انا ما ينفعش ارسم خطوط واقواس، لا ده انا برسم ابواب وشبابيك وكيبل تري وبرسم ضغطات. ده بيفيدني في ايه؟ ان في اي لحظه انا عايز التكلفه بضغط على زرار واحد هو عنده المعلومات كلها فيقدر يقول لي التكلفه كام. برضه لو قلت له اعمل لي كوردينيشن يجيب لي كوردينيشن على طول. طيب طيب الاوتوكاد كان من زمان 1982 وبيتطور. طبعا في الاول ما كانش فيه ماوس، وفكره ان هم يحطوا الماوس في الاوتوكاد دي كانت حاجه قمه في التكنولوجيا. دلوقتي الاوتوكاد بيتطور وبيتحط فيه 3D وبيتحط فيه حاجات حلوه قوي، بس ما زال اوتوكاد، يعني ما زال لما اعمل سيلكت على يقول لي ان ده لاينز، ده يعني الفرق بين الخطين المتوازيين بتوع الحائط والخطين المتوازيين بتوع الكيبل تري، ان ده محطوط على اللاير بتاعت حائط ودول محطوطين على اللاير بتاعت الكيبل تري، والكمبيوتر ما بيفهمش الفرق بينهم، بس مجرد انا ببدا احاول اتخيل الملفات او الملفات الاوتوكاد اللي هي بتبقى بتاعت الدور الاول والدور الثاني. تمام، الدور الاول والدور الثاني ما فيش علاقه بينهم، يعني الاوتوكاد مش قادر يفهم العلاقه بينهم، انا بتخيل ان ده الدور الاول وده الدور الثاني وده الدور الثالث وهكذا. انما في البيم لا، كل حاجه بتبقى موجوده بشكل قوي. طيب البيم بيوفر وقت ولا لا؟ احنا لقينا ان هو في كل حاجه بيوفر وقت بلا استثناء. تمام، في مرحله سكيماتيك، في مرحله ديزاين، وخصوصا في مرحلتين موضوع الحصر، لان هو ما بيحتاجش وقت خالص في الحصر، بينما احنا ممكن نقعد اسابيع نحصر مثلا عنصر معين، ولو حصل اي تعديل في التصميم بنضطر ان احنا
نقعد نعيد الحصر تاني. ده في الكاد. في البيم لا، هو الحصر كل ما بترسم حاجه بيطلع معاك، حتى احنا بنحط ملفات الحصر او السكادول في قلب الملف اللي احنا شغالين عليه في التمبليت، بحيث بيبقى الجدول فاضي كل ما بترسم حاجه بتبدا تظهر معاك وانت شغال. برضه موضوع الكوردينيشن، انا عشان اعرف فين المشكله وفين الكلاشات، انا شغلت فتره طويله جدا بالاوتوكاد، فكان بياخد وقت كتير جدا عشان اكتشف فين المشكله. في البيم لا، بدوس على زرار بيبدا يعمل هايلايت على الحاجات اللي فيها مشاكل. فالبيم بيبقى موجود معايا من اول ما افكر ان انا اعمل مشروع، يعني فكره لسه بفكر في عمل مشروع، فبعمل مخطط اولي واشوف المشروع واعمل ريندر ليه والحاجات دي كلها. وفي مرحله كل مراحل المشروع بيبقى البيم موجود معايا، في مرحله الكوردينيشن، مرحله الكونستراكشن، كل مراحل. حتى في مرحله الفاسيلتي مانجمنت، انا خلاص سلمت المبنى والمشروع يعتبر وقف في الموقع وخلاص خلصت، بنلاقي ان لا، في فاسيلتي مانجمنت، ناس بتقدر تدير المبنى وتستفاد من البيم. انظمه زي البي ام اس دي بتحتاج البيم بشكل قوي على اساس ان يبقى عنده منظومه كامله بتدي له كل الانفورميشن اللي هو ممكن يحتاجها. حتى لو انا بهد المبنى، يعني لو انا بعمل هدم المبنى، ببدا اعمل سيموليشن واشوف ايه الاعمده اللي انا لو اثرت عليها المبنى يقع راسي وليس افقي، بحيث ان هو يقع في نفس المكان ما ياثرش على المباني اللي حواليه. تمام، ده مثلا مقارنه بين الكاد والبيم. فبالله ان الكاد عباره عن لاينز وارك وحاجات زي كده، ما اقدرش اخد منها معلومه، حتى لو انا عايز اعمل سيموليشن، عايز اعمل حاجه، بتعب جدا. انما في البيم هو كل المعلومات محتاجها موجوده، نقدر نعمل السستينابيلتي بشكل قوي، العناصر متكامله مع بعض. يعني لو عندي حائط وحطيت جواه دور او ويندو، بيبدا هو يعمل الاوبننج بتاعتها، بيبدا يعمل الانفورميشن اللي هو ممكن تحتاجها، وهكذا. تلاقي خلاص النافذه دي على طول بيدخل منها الضوء وكل الدراسات اللي احنا ممكن نحتاجها. حتى الحوائط تقدر تدخل فيها اليو فاليو وكل الحسابات اللي انت ممكن تحتاجها في الحساب. تمام، ففي تكنولوجيا كتير اصلا هنلاقيها دخلت بسبب موضوع ان البيم بقى عندي حاجه ثلاثيه الابعاد اقدر اشوفها. تمام، دي الطرق القديمه. تمام، في نقله من استخدام الهاند والايد، نرسم بايد، لان انا بقيت ارسم بالاوتوكاد. النقل الاكبر من الكاد للبيم، لان هو مش مجرد سوفت وير جديد، لا، هو عباره عن انتقال فكري. البيم ممكن يفشل، او ممكن يفشل لو الناس ما بتتشاركش المعلومه، يعني لو ما فيش شيرنج المعلومه، البيم مش هيقدر يعمل الكوردينيشن، مش هيقدر يعمل حصر. فمحتاجين الناس كلها متشاركه مع بعض في المعلومه. طيب خلينا ناخد مثال مثلا، او الجزء الاولاني تحس ان هو زي الجزء ده، الجزء ده موجود في الاوتوكاد، وده الجزء ده في نظام البيم او تكنولوجيا البيم. البيم ليس برنامج، البيم ليس برنامج، البيم ليس برنامج، هو عباره عن فكره معينه. زي فكره مثلا ايه، اقول لك ان احنا نكتب بتكست على الكمبيوتر، ما قلناش اسم برنامج، انما لما نقول وورد كده احنا دخلنا في اسامي البرامج. لو انا مثلا اداره مشاريع، ما قلناش اسامي البرامج، انما لما نقول مثلا البرنامج فلان الفلاني او برامافيرا او ام اس بروجكت، الحاجات اللي هي بتاعت البلاني، يبقى احنا كده دخلنا في اسامي البرامج. طيب هنا الاساليب التقليديه مرسومه عند مثلا المستطيلين دول، فانا مش قادر افهم اي معلومه خالص، غير مثلا ان انا اقدر اعرف مثلا ايه ان هنا ده اكس والواي وخلاص خلص. بينما هنا انا عندي ده وول، فبعمل سيلكت على دوت، بيبدا يجيب لي اللينكس والديبس والهاي والطيب والكونكت وول والاتاش سبيس، ويديني معلومات عن الغرفه نفسها. تمام، فبيديني كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. دي الفكره، دي فكره. طيب خلينا نبص كده على اللوحه زي ديت. تمام، لو انا ما عنديش الكلمه اللي فوق اللي هي 2 دي ستيل ديتيلنج، يعني صعب جدا ان الواحد يفهم الموضوع ده، حتى لو هو مهندس متخصص في الستيل ديتيلنج، مهندس استراكشر، يعني صعب جدا يتخيل الفكره. تمام، انما لما اوريها له بالشكل دوت، الناس كده تبدا تفهم. يقدر ياخد سكشن في اي مكان، يقدر يعمل اوربت حوالينه، يلف حوالين المبنى. تمام، حاجه بالشكل دوت، فيبقى فاهم التفاصيل اللي موجوده وعنده امكانيه ان هو يعملها بالظبط. زائد ان في حاجه اسمها البري فابريكيشن، ان انا ببعت للمصنع بقول له قطع لي الحاجات دي بالشكل الفلاني، وتيجي الموقع تتركب على طول.
فبالاسلوب الكاد ما يعني مستحيل تيجي مظبوطه، في اسلوب البيم 100% بتيجي مظبوطه، وده من خلال شغل احنا اشتغلناه. كنا بنبعت حاجات للمصنع ويصنع غلط ويجيبوا غلط، والناس تقعد تشتغل في الموقع وتعدل عليه، وكان طبعا ان انت تعدل حاجه في الموقع ده فيها خطوره، ويعني الموقع غير مهيئ لان انت تستخدم ادوات قطع وهكذا. انما لما استخدم اسلوب البيم خلاص بقى اصبح كانك بتلعب لعبه ليجو وبتركب الحاجات مع بعض، حاجه زي كده. الواحد زي كده يعني انا بخمن ان في ناس كتير معماريين موجودين، فيعني عشان كده اللوحة زي دي ممكن تاخد منك قد ايه عشان ترسمها؟ تمام. في البيم انا برسم الفلور عادي، تطلع لي دي على طول اوتوماتيك، بتاخد ثانية، مجرد تاخد سيكشن وتقول له عايز سيكشن 3 دي، يظهر معاك بالشكل دوت، ولو حصل اي تعديل في اي دور من الادوار بيتعدل اوتوماتيك. انا مش بتكلم على برنامج معين، انا بتكلم على التكنولوجيا اسمها البيم، زائد ان هو بيديني حصر اوتوماتيك، اي حاجة هنا يجيب لي الحصر بتاعها على طول، لو انا شلت اي حاجه يتلاقي الحصر اتشال منه المعلومه ديت، بالدايمنشن، اللودنج، الكالكوليشن، السبيسيفيكيشن، كل ده موجود في الموديل. ميزه التكنولوجيا البيم ان المبنى كله موجود في ملف واحد، وليس زي الانظمه القديمه بيبقى فيه ملف معماري الدور الاول، ملف انشائي الدور الثاني، ملف كذا سيكشن. فلو انا عدلت في السيكشن انسى اعدل في البلان، لو انا عدلت في البلان انسى اعدل في 3 دي، لو انا عدلت في 3 دي انسى اعدل في الحصر. فبنلاقي في مشكله كبيره جدا ان انا بقى عايز اعرف الشغل اخر حاجه فين، او بيجي لي ار اف اي كتير يقول لي ده الدور الاول غير السيكشن، ده السيكشن غير 3 دي. فالار اف اي ده بتضييع للوقت، فاحنا عايزين نقلل قدر الامكان من خلال ان انا اطلع شغل مظبوط وكل شغل متطابق مع بعض. تمام. طيب عايزين نبدا نشوف تعريف البيم. احنا يعني خدنا نبذه وعايزين ناخد التعريفات. بي اي ام بيلدينج انفورميشن موديلنج او مانجمنت، الاثنين ينفعوا. تمام. بيلدينج مقصود بيها ان انا المباني اللي بيبنيها الانسان، سواء المباني دي كانت مباني عاديه او انفراستراكشر او كباري او اي حاجه من الحاجات ديت، برضو ده داخل في فكره المباني. وزي ما احنا قلنا في سيلت مانجمنت، يعني حتى المبنى القائم الموجود مبني ده ينفع يبقى في شغل بيه. ده مثلا مدينه اهيت، احنا يعني قريبا كان في محاضره عن السمارت سيتي او المدينه الذكيه. الذكيه ان انا يبقى عندي الموديل موجود بيه، مع اساس ان انا اقدر ادير معلومات المباني والمدينه كلها. الاي اللي هي الانفورميشن، لازم احط معلومات، بمعنى ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر لازم يقول لي ان العنصر دوت باب ومواصفاته كذا كذا كذا، العنصر ده دور ومواصفاته كذا كذا كذا. طيب الموديلنج او مانجمنت موديلنج يبقى يكون 3 دي، ما ينفعش ادي له حاجه 2 دي واقول له ان ده باب. المانجمنت ان انا ادير معلومات المشروع، يعني الاداره ان انا ابقى عندي معلومات، ففي اي لحظه عايز اعرف التكلفه او عايز اعرف كلاشات او عايز اعرف المشاكل او عايز اعرف حلول المشاكل اقدر اجيبها في ثواني. فالبيم عمل حاجه يعني ما كناش متخيلينها، الا وهي احنا عندنا مثلا مثلث كده اللي هو الوقت والتكلفه والجوده. فلو انا حاولت اقلل في الوقت ده هيجي على حساب التكلفه وهيجي على حساب الجوده، لو انا حاولت اشوف التكلفه او اوفر هيجي على حساب الوقت وهيجي على حساب الجوده. لا، اصبح عندي تكنولوجيا جميله جدا بتوفر لي في الوقت وتوفر لي في الفلوس وبتزود لي في الجوده، فدي حاجه ما كانتش موجوده اصلا قبل كده، فدي حاجه ممتازه جدا. هتلاقي العالم كله بدا يتجه ليها، وحتى في دول كتير اصبح اجباري، واصبح في فرص كبيره ان الواحد يسافر مصر لان هو مثلا عنده فرصه او عارف فكره البيب. تمام. ففي الاجتماعات بتاعتنا بتبقى الموضوع ابسط بكتير، ببقى مجهز الكلاشات كلها 3 دي ووريها لك كلها ونقدر نناقشها ونقدر نحلها واحنا قاعدين في قلب الاجتماع من خلال التكنولوجيات زي الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. بقدر اشوف المشروع بشكل قوي وانا في السايت، فهو هيبقى موجود معايا في كل حاجه. يعني الفكره كلها ان هو مش خاص بالمعماري، لا ده خاص بكل المهندسين،
مش خاص بالحصر، لا ده خاص بكل حاجه. هو منظومه فرق كتير جدا. يعني لو جينا نبص مثلا على صناعه السيارات وصناعه الموبايلات خلال نقدر نقول ايه ال 50 سنه اللي فاتوا، نلاقي تطور رهيب جدا. بينما في صناعه الكونستراكشن ما فيش تطور خالص. في صناعه الكونستراكشن ما فيش تطور خالص، غير هي تكنولوجيا البيم هي اللي نقدر نقول الطفره اللي حصلت في الكونستراكشن وخلت في كذا تكنولوجيا تدخل في مجال الصناعه. بس عشان نطبقها مش فكره ان احنا نسطب سوفت وير معين، لا فكره ان احنا نبقى فاهمين الفكر نفسه هيمشي ازاي، البروسيس وفي بوليسيز هنمشي عليها، وفي اشخاص فاهمين فكره البيم ومتبنيه فكره البيم. فالمعلومات عندنا هتبقى مش منظمه، هنقدر ننظم المعلومات دي بشكل قوي بحيث ان نقدر نستفاد منها. ممكن يكون عندي ورق كتير جدا دوكيومنتيشن متفرق، لا هننظم بحيث ان احنا يبقى عندنا قاعده بيانات قويه ناخد بيها القرارات. فالبيم عباره عن فكر وليس سوفت وير. زي ما قلنا لو انا عملت سيلكت هنا هيقول لي ان ده روف ويجيب لي كل المعلومات الخاصه بالروف، مش هيقول لي روف واسكت، لا هيقول لي المقاومه الحراريه قد ايه، المواصفات بتاعته قد ايه، الماتيريال اللي موجوده قد ايه، كل الحاجات دي. وكذلك لو عملت سيلكت على وول، عملت سيلكت على كيرتن وول، هيبدا يجيب لي المعلومات وممكن اسم الشركه اللي هتعمل الحاجه ديت وممكن تواريخ الصيانه، كل الحاجات دي اقدر اضيف للمجال البيم. زائد ان انا بمجرد ان انا عملت موديل بيم اقدر اضيف التايم. التايم بمعنى ايه؟ ان انا اشوف الموضوع فاضي وبعد كده يبدا يظهر الاعمده، الكاميرات، الدور الاول، الدور الثاني وهكذا. اقدر اعرف الكوست في كل شهر من الاشهر بحيث اعرف الميزانيه اللي عندي هتخلص على امتى. اقدر اعمل موضوع السستينابيلتي، الاستدامه. اقدر اعمل فاسيلتي مانجمنت. تمام؟ ففكره البيم هتعمل نقله حضاريه جدا في فكره صناعه البناء. والفكرة كلها مش اسم برنامج، يعني الناس تقول لك لا هو برنامج كذا، لا مش فكره برنامج قد فكره ان انت فاهم المنظومه وفاهم ازاي تستفاد منها وفاهم ازاي نتبناها بحيث ان احنا نحصل استفاده ممكنه. يعني مش مجرد عملت الموديل وخلاص، لا انا ممكن اعمل تحليل مثلا لموضوع الحراره، موضوع الشمس، موضوع الظلال، موضوع الحاجات الانشائيه، الاحمال الانشائيه، موضوع الفابريكيشن، موضوع الفاسيلتي مانجمنت، موضوع سيفتي. ممكن ابدا اخلي فيه زي ثيرد بيرسون او شخص بيمشي، ولو في اي اوبننج او في اي فتحات ممكن تعمل مشكله ينبهني ان انا اعمل عزل عليها او اعمل صوره عليها عشان ما حدش يقع فيها. تمام؟ فانسى فكره السوفت وير، افهم بس التكنولوجيا وشوف اي سوفت وير اللي انت عايز تشتغل بيه وطبق الفكره نفسها. يعني ما تقولش لا هو برنامج واحد، لا في برامج كتير جدا وكل دوله بيبقى فيه برامج قويه فيها. مين اللي بيستفاد من البيم؟ كل الناس. اكتر حد بيستفاد طبعا الاونر، الفاسيلتي مانجمنت، كل المهندسين كل التخصصات، الناس الخاصه بالريسك مانجمنت بيقدر يقلل الريسك ويسيطر عليه، السيفتي، السستينابيلتي، كل ده بيقدر يستفادوا منه. طيب لو انا جبت لك مثلا لعبه هي بسيطه خالص وقلت لك شوف دي وعايزك تبنيها، معامله 2 دي، واخد مثلا ده الفيشن من ناحيتي وده الفيشن من ناحيتي، سايد الفيشن وفرونت الفيشن. لو احنا بصينا كده في 3 دي كده انا بدات افهم، بدا الموضوع اسهل بكتير واقدر اخد سكشن في اي مكان افهم المعلومات بشكل افضل. والعقل البشري بيقدر يفهم الحاجات ال 3 دي بالشكل دوت بشكل اقوى من مجرد الخطوط. لو جينا نشوف مثلا مبنى زي دوت، ده صعب جدا ان احنا نعمله باسلوب الكاد. يعني حاجه زي كده هتعملها ازاي؟ انت محتاج تاخد سكشن كل 5 سم، فهتلاقي عندك سكشن شكل كبير جدا. ده مثلا زهره الصحراء بتتكون على الشواطئ يعني. فالشكل دوت حد كان عايز يعمله مبنى، فتخيل كميه التفاصيل. ده المتحف اللي اتعمل مبنى، ده بتاع جان نوفل، في موجود في قطر، المتحف القومي القطري، هو من المتاحف اللي مصممه بشكل قوي جدا، بيبقى في مسار معين بتمشي فيه وفي اجزاء مخصصه ان كالعاب، يعني مش ممنوع اللمسه، ممنوع اللمسه، لا في اماكن تقدر تلمس وتلعب فيها، ولو في عندك اطفال بيحبوا الحاجات ديت هيحب فكره المتاحف. تمام؟ يعني لما عمل تصميم جان نوفل الناس كلها قالت ده حاجه خياليه ومش هتنفس، بس هو فعلا اتنفذ، وتقال ان هو مش هينفع يتنفذ غير بتكنولوجيا البيم، وخصوصا برنامج اسمه تكلا. الصوره دي متاخده من برنامج تكلا،
لان كل قطعه حديد ما ينفعش تحط في اللي جنبيها، كل قطعه حديد لازم برقمها تحط في مكانها، ما ينفعش انها تترحل او تتبدل او تتحط في مكان تاني، لازم في نفس المكان بتاعها. تمام؟ فما كان يعني مستحيل يتنفس حاجه من غير تبني فكره البيم. طيب برضو فكره البيم افادتنا جدا في موضوع حل مشكله الار اف اي. كان اطراف المشروع في حاجات كتير مش قادرين يفهموها، في عقد يبعتوا املاك كتير جدا ومش قادر يفهم، لا خلاص يعني، وكل شيء يقول لك في تعرضات دي غير دي، ده في حاجه مش قادر افهمها. لما استخدمت كونش البيم اصبح في موديل واحد الناس كلها تقدر تاخد المعلومات اللي هي عايزاها منه، وده سهل علينا كتير جدا، واصبح حتى التعامل بين الواقع وبين الاوفيس اسهل بكتير، وبالتعامل بين المصمم وبين البيم كوردينيتور بيبعت له الحاجه ويبدا يقول له لو في اي كلاشات المفروض تحلها ازاي بطريقه سهله جدا وبسيطه وهكذا. برضو هنا لما تيجي حاجه الموقع يقدر هو من خلال البرامج الخاصه بالبيم يقدر يبعث له كل المعلومات للديزاين لو في اي تعديلات، وبيتحط تواريخ الصيانه وتواريخ التركيب ومعلومات خاصه بالتركيب كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. طيب موضوع الانتجريتد بروجكت ديليفري، ان كل اطراف المشروع متكاملين مع بعض. الموضوع ده كان صعب في الاساليب القديمه، بس دلوقتي اصبح في موديل واحد كلنا بنتعامل منه، كلنا نقدر ناخد المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. تمام؟ فاصبح في اسلوب حلو جدا لموضوع الكولابريشن بينه وبين بعض، في موديل واحد بس، انما زمان كان فينا ده بيعمل لوحه اوتوكاد ده بيعمل لوحه اوتوكاد، وممكن الاثنين في نفس الشركه بس مش قادرين ينسقوا الكولابريشن بينهم وبين بعض، لازم المعماري يقول انا اخلص شغله وبعد كده بشاركها معاك. دلوقتي اصبح حتى لو شركات مختلفه وشغالين في نفس المشروع يقدروا يتشاركوا. وزي ما انت شايف كان ساعات بيحصل ان المعماري متخيل شكل معين بقيه الاقسام مش قادره تستوعبها، الانشائي مثلا فاكر حاجه ثانيه فبيصمم حاجه ثانيه خالص ومش واخد باله من الحاجات الثانيه اللي في الجنب، هنا الام بي فاهم حاجه ثانيه خالص. لا اصبح كلنا متشاركين الفكره كلها وفاهمين. ساعات كتير بيحصل ان المشروع يخلص ويتبني وفي ناس كتير مش متخيله شكل المبنى بيحصل ازاي. موضوع مثلا زي موضوع الحصر ده بيفرق كتير جدا، يعني ساعات يقول لك اعمل لي موديل بيم من اجل الحصر بس، انا مش عايز لك كلاشات ولا عايز حاجه، انا فقط عايز اعرف المشروع ده هيكلفني كام بس. تمام؟ لان على اساسه هشوف هيقدر المشروع ده بكام. فالاسلوب التقليدي بيبقى في نوع كبير جدا من الخبره والتخمين والحاجات ديت، لا هنا بنقول له احنا مش مجرد بس بالعمود كذا، لا ده انا بقول العمود ده هيبقى فيه ريبار وفيه فورم ورك وفيه كونكريت فيه كلادنج، الفورم ورك هيبقى فيه عمال وفيه كيوبمنت وفيه ماتيريال، فنبدا نحسب كل الحاجات دي بدقه. يعني ما بقولوش ان العمود ممكن يكلف 100، لا العمود بيتكلف ريبار مثلا 10، الفورم ورك 10 وهكذا، فالمجموع كله 95 بالظبط، فبنقدر نحدد التكلفه بالظبط وعلى اساسها بنقدر ندخل على المشروع ونقدر نكسب المشروع. بنقدر نتحكم في التايم كنترول، لان المشاكل كانت بتحصل ان وانا شغال يقول لك الحق ده في حاجه فيها كلاش، ده الحاجه دي عايزين نحلها، فده كان بيضيع وقت كتير جدا. بس الحمد لله دلوقتي في تحكم في الوقت في المشاريع، لان احنا بنكتشف المشاكل في مرحله مسبقه ما بتكلفش حاجه، انما لو احنا دخلنا في الشغل بتلاقي فيه مشاكل كتير. موضوع الكواليتي، موضوع الكواليتي اتحل، لان خلاص الار اف اي قل كتير جدا، التبادل معاه بقى اسهل، الكوردينيشن بقى افضل، الريسك مانجمنت افضل، الكلاش ديتكشن اتحسن، كل المشاكل دي اتحلت لان احنا اعتمدنا تكنولوجيا زي تكنولوجيا البيم، والتركيب بيبقى من اول مره بدل ما بنركب ونحصل مشاكل ونشيل، من اول مره بتركب، وسهل جدا لو عملت اي تعديل تكتشف ان في مشكله فتشوف هل نقدر نحلها ازاي. والسيفتي ريسك بدأنا نقلل السيفتي والمشاكل اللي بتحصل والريسك، وبدأنا ننظم موضوع الكرين والاكيوبمنت والسيارات اللي هتبقى موجوده هتتحط فين والاماكن اللي هنخزن فيها البضاعه فين، كل الحاجات دي بدأنا فعلا في مواقع كتيره نظبطها من خلال البيم ونشوفها في 3 دي ونحدد افضل الحاجات بحيث ان احنا نقلل الحوادث، وبنشرح فكره السيفتي من خلال 3 دي كانه فيلم فالعمال كلهم بيقدروا يستوعبوها. ده مثلا برنامج من البرامج اللي احنا بنستخدمها في السيفتي، بفترض ان في شخص موجود وبيمشي، فلو في حصل اي فتحه زي كده بيبدا ينبهني بحيث ان انا احط سور عليها، ده برنامج من تبع برامج ديكلا.
تمام. فعندي تنبؤ بالمشاكل قبل ما المشكله تحصل، ببقى عارف المشكله فين وعندي حلول ليها وببدا احطها. طيب هنا برضو بنقدر نفهم التعديلات في المشروع، ويبقى عندنا اكثر من يعني في اي تعديلات برضو بنقدر نشوفها كانت موجوده فين ازاي وهكذا كده. ده مثلا هو التصميم اللي حصل هو نفس الحاجه اللي استخدمت في الكونستراكشن، هي نفس الحاجه اللي اتعملت في الاسبلت. فالاسبلت ما بياخدش وقت كتير لان بيبقى التعديلات بسيطه جدا. ليه؟ لان الراجل هو شغال ما لقاش مشاكل كتير. فمن ضمن مزايا البيم ان انت لو عدلت في اي بلان يتعدل في السكشن، يتعدل في السكادول، يتعدل في كل اللوح اللي عندك. تمام. طيب من ضمن الاكواد عشان نشتغل صح لازم يكون في كود احنا شغالين بيه. الكود المنتشر حاليا ايزو 19650، وفي كود موجود في مصر تقريبا هو الكود العربي الوحيد حتى الان. وفي دول كتير خلت البيم اجباري منهم مثلا زي دبي. تمام. طيب فاحنا لو جينا نبص مثلا على الحاجات اللي هنخرج من البيم، انت عملت المودل اهوت تقدر تاخد منه سكشن في اي مكان انت عايزه. وقت ان انت تاخد سكشن بالتفاصيل دي كلها لا يزيد عن ثانيه، مجرد بس ترسم السكشن يروح مطلعها لك، لان هو فاهم كل حاجه مكانها فين. وانت بترسم بيسالك عن ارتفاع كل حاجه فبيبدا يعملها بشكل كويس. الديتيلز تقدر تاخد اي تفصيله وتعملها بسهوله جدا. البلان كل البيانات موجوده، تقدر تشوف برضو اي تفصيله 3 دي زي ما انت عايز. وتقدر طبعا تشوف المعلومات كلها من خلال ان انت تقدر تشوفها من خلال الموبايل، من خلال الانترنت بشكل قوي بسبب تكنولوجيا كبيره جدا. فالبيم هو اداه قويه جدا بتساعد الناس تدير المشاريع بشكل ويبدا يحلها قبل ما تحصل. تمام. طيب في بعض الاشاعات المغرضه ان البيم هو الريفت. لا، البيم هو تكنولوجيا، والريفت ده مجرد اداه من الادوات اللي هي ممكن تحقق، بس في برامج ثانيه قويه جدا زي الاركيد وتكلا والحاجات دي كلها. البيم هو مجرد موديل 3 دي؟ لا، لازم يكون في انفورميشن، لازم استفاد منه بشكل قوي جدا. تبني البيم بمجرد انها سطه برامج دي بتخلي الشركات تقع كتير جدا. لا، لازم تدريب بشكل قوي، لازم يبقى في بايلوت بروجكت او مشروع تجريبي نبدا نجرب فيه فكره هل الناس مستعده للبيم ولا لا. البيم ريبرزنتيشن شكل بس؟ لا، في استفاده كتيره جدا ونقدر نعمل منه لوحه دروينج بشكل قوي جدا. هل البيم هو مجرد كلاش سكشن؟ لا، هو بيعمل حاجات كتير جدا غير الكلاش سكشن. البيم المباني احنا قلنا ان هو ممكن يشتغل في موضوع الانفرا ستراكشر بشكل قوي. هو من كل مراحل المشروع هتبقى موجود. هل البيم هيلغي الكاد؟ لا، الكاد برضو موجود بشكل قوي. ممكن ما يبقاش في مرحله في الكونستراكشن، يعني ممكن الكاد في صناعات ثانيه بتستخدمه بشكل قوي، بس في مرحله في الكونستراكشن او في الديزاين وفي الكونستراكشن البيم طبعا هو اللي بيسيطر. عشان كده في دول كتيره جدا تبنت البيم، سواء في امريكا، سواء في البرازيل، في المانيا بشكل قوي جدا. في الاحصائيه دي قديمه من 2015، كان وصل في اليو اس ل 79%. فدول كتيره جدا اصبح اجباري، يعني ما ينفعش تسلم المشروع غير بيم. تمام. منهم مثلا بريطانيا في 2016، وفي دول الكومنولث، وفي جنوب افريقيا، في الهند، في استراليا، في دول كتيره جدا اصبح اجباري لازم تعمل فيها شغل البيم عشان نتقبل او عشان يتم الموافقه عليه. امريكا في المشاريع الحكوميه، يعني امريكا ما ينفعش قانون يطلع يقول لك لازم تعمل كذا، بس بيستغنى عن كده بان هو في المشاريع الكبيره يقول لك اللي عايز ياخد المشروع ده من الدوله لازم يعمله بيم. دي مثلا احد الورق اللي صدر من دبي، قال لك المباني اللي تزيد ارتفاعها عن 40 طابق وبعد كده خلاها 20، المساحه 300,000 قدم مربع لازم يكون بيم. المستشفيات والجامعات والمدارس لازم يكون بيم. لو في مكتب اجنبي لازم يكون بيم. فاصبح اجباري في دبي. وقطر مشاريع حكوميه لازم يكون فيها البيم. طيب هل في تحديات؟ او في تحديات لموضوع البيم، والا كان كل الناس شغلت بيم. التحديات بسيطه جدا سهل حتى نخش فيها. بيبقى مثلا الخوف من المجهول،
ان احنا محتاجين نشيل اجهزه تكون قويه، ان احنا يبقى في شروحات. الحمد لله في بما ربي قدرنا نوفر شروحات كتيره جدا، تقريبا 5500 درس شرح الريفت المعماري والانشاء والكهروميكانيكال والنفس وركس وكل الحاجات ديت، عشان ما بقاش في حاجه للموضوع. الاكواد طبعا خلاص ممكن تاخد اي كود موجود في العالم وتتبناه، زي الايزو، زي كود مصر، زي كود سنغافوري، تقدر تاخد منه حاجات كتيره جدا وتتبنى الفكره ديت. ويا ريت لو في كود من السودان عايزين يعملوا حاجه ممكن نتعاون كلنا ونعمل حاجه بشكل قوي ان شاء الله. البيزنس المفروض فيه خطه استراتيجيه، الدوله مثلا تتبنى فكره البيم تخليه اجباري، لان ده اقوى حاجه ممكن الناس من خلالها تفهم فكره البيم وتتجه ليه. العمل على الاستثمار لازم يكون فيه وضوح لفكره ان انت لما هتطبق البيم هتستفاد منها قد ايه او هتوفر قد ايه. طيب برضو الناس بتخاف برضو من فكره تطبيق البيم، تمام، لان هو مثلا تكنولوجيا جديده، فلما حد بيطبقه الناس كلها بتشجع وبتبدا تطبقه. طيب عشان نتبنى البيم لازم يبقى في شخص فاهم فكره البيم ويبدا ينشر فكره مع الناس او يبدا يحل اي مشاكل تظهر معاهم. لازم يكون في رؤيه واضحه، الناس الاداره فاهمه فكره تطبيق البيم دي هتاخد وقت قد ايه والتضحيه هتبقى قد ايه والحاجات دي كلها. لازم يبقى في تعاون من كل اطراف المشروع ولا البيم مستحيل ينجح. اللي يبقى في اداره لفكره البيم، يبقى في عندنا حاجه اسمها كومن داتا انفايرمنت، يعني نقدر نشتغل كلنا مع بعض في تبادل للمعلومات عشان نقدر نطبق البيم. طيب دي الورقه دي هتلاقيها في اغلب الاكواد، بيقول لك ان البيم بينقسم لاكثر من مرحله. ليفل 0 يعني انت شغال كاد 100%، ليفل 1 بدات تشتغل في بعض الحاجات بالبيم وفي بعض الحاجات وقع منك، ليفل 2 وده اقصى حاجه الناس وصلها ان هو بيشتغل على كومن داتا انفايرمنت وكل الناس شغاله بيم، ليفل 3 محدش لسه وصل لها فما فيش اي تخمين، بس هي هتبقى اسمها اي بيم، يعني اما انتجريتد لا اما انترنت، يعني لسه ما وصلناش ليها فمش عارفين. غالبا مثلا هيبقى ايه، هو برنامج واحد بيشتغل كل حاجه مثلا، او موقع على النت بتشتغل عليه كل حاجه، يعني لسه محدش عارف هتوصل ايه. كانوا بيقولوا زمان ان هو على 2021، بس ساعتها اللي طلعت فيديو قلت لهم لا لسه، لان الموضوع هياخد وقت. طيب طيب الناس لما تيجي تطبق البيم لازم تعرف ان هو في الاول ناس ما عندهاش خبره فهياخد وقت منهم، لكن لو انت جايب واحد بس عنده خبره وهو يعمل زي دعم فني الموضوع ده هيسهل كتير. لو انت عندك مكتبه تمبليت، عندك كود، يعني منظبط الشغل بحيث ان الناس تدخل تشتغل على طول ما تفكرش، او طبعا هيفكروا في ان هم يطوروا في ان هم، بس ما يبقاش ايه كل شويه لا في معلومه انا مش عارف اعملها، لا ده في فاميلا مش لاقيها، لا ده في ملف ناقص، لا يبقى في حد بيدعمهم وفي مكتبه كامله، فده هيخلي الاداء احسن بكتير. في الاول خالص واحنا بنبدا نشتغل مبهورين جدا، يا ده ايه الجمال دوت، والناس تبقى فرحانه قوي. بعد كده وانت شغال في مشاكل بتظهر عادي، زي لو انت شغال في الكاد او سكتش اب او كده، تظهر مشاكل بتقول ايه ده، بتقعد تشتم تدعي عمر ده ضحك علينا وبتاع، بس لما بتحل المشاكل دي وتشتغل المشاكل بتظهر في اول مشروع، بتقل مع ثاني مشروع، مع ثالث مشروع بتبدا تقل، فبتلاقي ان الموضوع بقى سهل. طيب لو احنا حد شركه قالت لنا تعالوا تبنى البيم، فاول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل لهم تقييم، نبدا نشوف الاشخاص، الشركات، الكتب اللي موجوده، الاجهزه، البرامج، الشبكات، يعني كل حاجه بنبدا ندرسها، وبعد كده على اساسها بنبدا نشوف ايه نقطه الضعف ونبدا نقويها، بنعمل تعليم وبعد كده تريننج، وبعد كده بنعمل بايلوت بروجكت مشروع صغير، وبعد كده الناس اللي هي اشتغلت معانا في اول مشروع بنعتمد عليهم في ان هم يدربوا بايد زمايلهم، ونبدا نعمل من المكتب كله يتحول بيم. يعني مش من اول مره بقول للناس كلها تشتغلوا بيم، لا بنبدا نشوف مثلا شخص او اثنين من كل قسم، وبعد كده بنبدا نعمل
مشروع صغير وبنعتمد عليهم في ان هم يطوروا الشغل بتاعهم، وبنعمل حاجات زي بروسيس او ورك فلو، يعني المفروض المعماري يعمل كذا وبعد كده يدخل الانشائي يعمل كذا وبعد كده الام بي. ما بستناش ان المعماري يخلص شغل خالص واقول له الانشائي يخش، لا بقول للمعماري مثلا انا محتاج منك مثلا تعمل لي الجريد وتعمل لي الليفلات وتعمل لي الفلور والكمرات والاعمده قصدي، وبعد كده الانشائي يدخل يخش بقى يخش في تفاصيل، والام بي هيدخل لما انت تعمل لي مثلا السيلينج او تعمل يعني، وهكذا نبدا ننظم الشغل بحيث ان احنا في اقل وقت ممكن نستخدم اسلوب زي اللين مانجمنت، نقلل الوقت ونطلع التصميم بدل ما بيطلع في سنه لا نطلعه ممكن في 3 شهور. تمام، فدي مثلا اسلوب من اساليب التقييم. يعني ما عنديش منهج ثابت كل الشركات تقدر تشتغل بيه، لا كل شركه بيبقى لها ظروفها الخاصه بيها، فبنبدا نقيم السوفت وير والهاردوير والنتورك وهكذا. تمام، ونبدا نشوف ايه الحاجات اللي ناقصه اللي احنا محتاجين ان احنا ندعمها. طيب التكنولوجيات دخلت في الموضوع بسبب موضوع البيم، زي الذكاء الصناعي، زي الرياليتي الدرونز، زي الفيرتشوال رياليتي، الروبوت، انترنت اوف ثينجز، 3 دي برينتر. الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي ما يقدرش يدخل مع الاوتوكاد. يعني الذكاء الصناعي لو جبت ذكاء صناعي ورتوت عمل هيقول لك مش فاهم، فلازم لما بيخش بقى على موضوع البيم بيقدر يفهم العناصر ويقدر يطلع اداء كويس جدا. تمام، يقدر يقلل الحوادث، يقدر هو يبدا يشوف المشاكل فين ويبدا يحلها. فبقى ليه اماكن كتير جدا بيساعدني في اتخاذ القرارات، لو انا عندي مشكله ممكن يساعدني في اتخاذ القرار الانسب وهكذا. في مجال الكونستراكشن بيبدا يوفر في موضوع التكلفه، بيقدر البروجكت بلاننج، الاي اي، الموقع. طيب انترنت الاشياء، وان كل حاجه متوصله بالانترنت. طبعا دي برضو ما كانتش هتنفع بالاسابيع التقليديه، لازم موضوع البيم بحيث يبقى عندي الانفورميشن اللي انا ممكن احتاجها، بيبقى عندي سنسور وسوفت وير ونتورك كونكشن وكمبيوترات قويه. تمام، فبيبقى حتى في اثناء الكونستراكشن وحتى الفاسيلتي مانجمنت بيستفاد من الانترنت اوف ثينجز ديت والحاجات اللي متوصله بالانترنت وهكذا. ويبقى عندنا قدره ان احنا نعرف الانفايرمنت امباكت، ويبقى في سنسور بيشوف المؤثرات سواء صوت سواء الحراره سواء الرطوبه وهكذا. موضوع مثلا زي الباركينج، اي يعني ادوس مثلا على الموبايل يقول لي فين اقرب باركينج، فبدل ما اقعد الف واضيع وقتي وديني على طول. اللايتنج، لو انا قاعد ما بتحركش تلاقي النور قطع، وده حصل في شركه من الشركات، او يعني لو المكان ما فيهوش حد يبدا يطفي النور. الاوجمانتد رياليتي دي تكنولوجيا مهمه جدا، ان هو التصميم اللي انا عامله بيدخل مع الموقع اللي انا موجود فيه. تمام، فلو انا مثلا موجود في مكان ولسه ما ركبناش كذا، افتح مثلا الموبايل او النظاره فبقى شايف ايه الحاجات اللي هتتركب مع الحاجه اللي موجوده. ممكن مثلا حاجه زي كده دي المكنه اهيت، ومجرد ان انا حطيت الايباد فبدا يجيب لي الحاجات اللي هتتركب، كل حاجه دي المفروض تركب هنا ودي هنا ودي هنا. ممكن افتح ورقه عاديه واروح عاملها كده بالموبايل فتبدا تشوف المبنى 3 دي وهكذا، كل تفاصيل تبدا تشوفها. تمام، فدي فكره الاوجمانتد رياليتي. تمام، تبقى انت ماشي، ده الحاجه الحقيقيه وده الحاجه اللي هي لسه الثاني. تمام، انا الافضل ان احنا نروح بورقه، ولا يبقى معانا حاجات كده وتقدر تعمل زوم، مجرد ان انت بتحرك ايديك كده على التابلت تقدر تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه. فيرتشوال رياليتي، تلبس النظاره تبقى شايف الحاجه بس كانك رحت الموقع، هو الموقع لسه ما اتبناش بس انت رحت جواه وتبدا تشوف المشاكل. يعني ده حلل لي مشكله التشينج اوردر، الناس عماله تغير حاجات، لا ده انا ببساطه جدا ببساطه جدا لابس النظاره فعندي مثلا تخيل معين فلقيت اللي اتعمل حاجه ثانيه فاقول اداله دي. وده عملناه فعلا في كذا مشروع، جبنا المالك ولبسناه النظاره ديت فقال لك لا لا مش هو ده اللي انا عايزه، فتكلفه ان انا اعدل على التصميم غير لما اعدل على المبنى بعد ما اتعمل، فبيكلف كتير جدا.
تمام. ده الاجتماعات بتبقى فعلا بتبقى كده تمام، ونبدا نخش جوه المبنى ونبدا ان احنا نتخشك المبنى. الدرونز اصبح عندي المعلومات جدا، فانا ممكن اخلي الدرونز دي تشيل حاجات وتحطها في المكان او تصور المكان. وفي دلوقتي اصبح تكنولوجيا ان هو يصور المكان فيعرف ايه الحاجات اللي اتعملت جديد الاسبوع دوت، ويبعت للبرمافيرا يقول له خلي الحاجات دي اتنفذت اكشوال. فده حاجه قويه جدا تمام. في بيلدينج سيرفي بيبدا يمشي وياخد صور وياخد معلومات على المبنى. السيفتي اند هيلثي، المينتنس، فكل الاستفادات دي بنقدر نستفاد منها من خلال الدرونز تمام. طيب في موضوع الروبوت الانسان الالي تمام. الانسان الالي اصبح بياخد معلومات معينه بيبدا ينفذ من خلالها تمام. بيبقى اقول له مثلا التصميم هيعمل كذا. الانسان الالي ممكن يشيل حاجات ممكن الانسان ما يقدرش يشيلها، او يدخل في اماكن صعب عشان يعملها، او يعمل حاجات بدقه مهوله جدا. يعني دي واخده زاويه معينه بصعب انها تتعمل بنفس الدقه ديت. تمام. بص الحاجات البسيطه ديت صعب جدا ان حد يقدر يعملها بدقه تمام. موضوع البلوكشين العقود الالكترونيه برضو دخلت في موضوع البيم. 3 دي برينتر ان انا ممكن مش هطبع موديل بسيط، لا ده انا بطبع المبنى كامل، يعني مش مجرد بطبع حاجه زي دي مثلا صغيره بمقاس صغير، لا ده انا بطبع يعني ممكن اجيب مثلا كذا برينتر واقول له اطبع لي برج كامل، او اطبع لي مبنى كامل، او اطبع لي مدينه كامله تمام. في مدن كامله هتتبني في السعوديه والامارات بسبب خلال ال 3 دي برينتنج تمام. وده اللي انا بقوله ان ممكن مثلا المنظمات اللي هي شغاله في حقوق الانسان او شغاله في الحاجات المفيده الانسانيه تبني مدن للبلاد اللي فيها مشاكل من خلال ال 3 دي برينتنج، ويستخدموا نفس المواد اللي موجوده في الارض بتاع المكان تمام. دي مدن كامله هيتبنت من خلال ال 3 دي برينتنج. طبعا 3 دي برينتنج مش هيقدر يشتغل بالاساليب التقليديه، لازم يشتغل باساليب البيم عشان صعوبه التعديل. ده مثلا مشروع من ضمن المشروعات كان موجود في الكويت، وعايزين يعملوا مثلا برج بشكل معين. فنورمان فوستر المكتب اللي عمل الموضوع ده عمل برج واحد، وبعد كده دخلوا على انظمه ذكاء معينه خاصه بالبيم، فعمل كل الاشكال ديت وجابه بالناس وقالوا اتفرجوا. طبعا هو اتعمل واحد بس من خلاله اتعمل مئات التصميمات المختلفه، وهم الناس اختاروا تصميم معين هو ده اللي اتبنى. طيب ده تكنولوجيا برضو موجوده في الداينامو اللي هو موجود جوه الريفت، موجوده في جريس هوبر اللي هو موجود في الراينو تمام. فمجرد ان انت تعدل تعديل بسيط كده، الداينامو في الريفت او في الجريس هوبر مع الراينو، تعدل بسيط تلاقي المبنى كله تعدل الكولوم سبيسنج والويتس والديبس وكل حاجه. ده البرج اللي هم اختاروه بعد ما استخدموا التكنولوجيا اللي احنا شفناها، قعدوا يختاروا كذا حاجه وبعد كده اختاروا ده البرج ده. طيب حتى لما جم يخشوا في مجال الفضاء ده مثلا في المريخ، قال لك احنا لازم نستخدم 3 دي برينتنج، لان ان احنا نبعت عمال يقعدوا يبنوا هناك هتبقى صعبه جدا، ان هتدرب العمال ان هم يعيشوا في الفضاء وحاجات زي كده. فقال لك هناخد 3 دي برينتنج بس لازم تكنولوجيا البن، ولازم ان احنا نبني من نفس ارضيه المريخ، ما ناخدش المواد من الارض لان تكلفتها كبيره جدا. فالبيم هيكون من ضمن الحاجات الاساسيه في موضوع بناء مدن على المريخ والارض. وجزاكم الله كل خير وشكرا لكم، وانا سعيد بتواجدي مع اهلي في السودان، وجزاكم الله كل خير. الف شكر. لو في اي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات او اي شكرا 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 باشمهندس عمر، وحقيقه كلنا استفدنا جدا من كل الحاجات اللي اتعرضت، والاكنولجمنت اللي عرفناه عن البيم از موديول. الفقره الجايه هندي الفرصه للناس تتراك
البرزنتيشن هي في الرايس هاند فرصه الناس تسلكت المنيو من المنيو رايس هاند حدد فرصه على حسب الاولويه. طيب في باشمهندس يحيى، باشمهندس يحيى تفضل. باشمهندس يحيى السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نشكر البشمهندس عمرو سليم والأخ المشهندس أشرف على المحاضرة القيمة. أنا كنت من المتابعين للموضوع من الأول ومصر على إنه أنا عمرو سليم ما شاء الله عنده مجهود جبار جدا من الناس اللي اشتغلوا على موضوع البيم والريفت، حاول إنه يدي تولز ظريفة وعنده يعني ما شاء الله مساهمات قيمة يعني، فنرجو للناس يعني يكون عندنا برضو تعاون لقدام وتقدر تستفيد من شخص هو اتبحر في الموضوع ومواكب كل يعني الأشياء اللي حاصلة حوالينا في البيم وممارس ممارسة بطريقة يعني زي ما بقولوا خبرة عالية. ده النقطة الأولى اللي أنا عايز أتكلم فيها بالنسبة للبشمهندس عمرو والاستفادة منه. الحاجة الثانية طبعاً أنا شغال في الريفت لي سنين طويلة وعندي تجربة شخصية كمكتب في السعودية وبعدين في السودان وكذا، وحسيت بأنه الريفت ده أو البرامج اللي هي بتكون فيها البيم دي فائدتها مش بس في أنه موضوع البرزنتيشن والديزاين كسرعة وكذا، لكن حتى في يعني أنك تحصل على ألتيميت ديزاين من ناحية مواصفات واستفادة من قصوى، وبيدخل فيها برضو موضوع الجرين بيلدينج برضو داخلة في الموضوع بقوة، لأن التول بتاعت البيم هي بيساعد على إنك تحصل على زي ما نقول التخفيض للكلفة وموضوع الهدر وموضوع الالترناتيفز اللي هو بيربطك بالمانيفاكشر في المنطقة بتاعتك مثلا أو في الدول اللي انت حوالينها، ممكن أونلاين تجد ريسورسز بتاعت ماتيريالز تكون أوفر ليك، ممكن تكون يعني في خيارات كثيرة جدا الناس لو استفادت منها. وأنا كان عندي اقتراح بخصوص الشباب في التنمية العمرانية والناس الحاضرة، أنا قبل شوية قريت في واحدة من البوستات إنه في نية لأنه يحصل مثلا تطوير لوسط الخرطوم اللي هي باعتبار الخرطوم طبعا يعني الناس اللي موجودين في السودان عارفين إنه بقت العاصمة اللي هي ممكن تعتبر عايزة شغل كتير جدا عشان ترجع تبقى زي ما كانت قبل 20-50 سنة، وحصل فيها دمج كبير جدا في السنين اللي فاتت. فهنا في النقطة دي أنا عايز استفيد من وجود الأخ عمرو سليم، لأنه كان عندي فكرة من زمان إنه الناس لو قدرت عملت هب إنه زي ما هو قال إنه الديزاين ما مش يعني مش شرط إنه يتعامل في مكتب واحد في يونت واحدة، ممكن يتعامل anywhere في أي مكان في العالم، ممكن الناس تشارك وتطلع بريزلت جيدة والسودانيين في قطر أو في الدول البرة كلها أمريكا أو غيره. أنا ما أعرف كلامي مسموع ولا؟ تمام. سامعينك يا باشا. عايز أسأل من الأوبن سورسز مثلا، أنا إذا عايز أشرك عدد كبير من الناس برا هم بدعموا بالبيم، حدد مثلا المواصفات يكون عندنا بيم مانجر يكون عندنا كل الريسورس المطلوبة، يعني الطرق الأسهل بالنسبة للناس إنها تشتغل أونلاين. أنا بعرف إنه في بلاتفورمز معينة هي كل مرة بتقدم عروض عندها باكجز بتاعت مساحات سبيسز عشان تقدر تشتغل على الموديل من أي مكان. إذا باشمهندس عمرو برضو ممكن يفيدنا بالطوار، هو أكيد عنده خبرة كويسة. يعني أنا عايز أشتغل فيرتشوال أوفيسز في كذا منطقة، ناخد الموديل المبادرة دي. أنا عايز إنه مثلاً باشمهندس يشرف الشباب الموجودين من التنمية العمرانية والناس في الاختراب وكذا، إنه يعني دي فرصة جيدة جداً إنه الناس مساحة الخرطوم ما هي مساحة صغيرة، وتبني أفكار
من جهات كثيرة جدا سودانيين حريصين على شكل العاصمة، عايزين الانبوت بتاع الأشخاص كأفكار، الأطفال، حتى المشردين اللي عندنا في الشوارع. الأشياء دي كلها يعني عندها أكيد في معالجات، والناس يعني في أشياء خلاقة جدا ممكن تطلع، طالما إحنا بصدد إنه نتكلف على سنه يعني نعمل حاجة جيدة في المنطقة بتاعت الداون تاون بتاعت الخرطوم المجاورة اللي نتكلم عنها في البوست. أنا حاولت أنزل الكلام ده هنا في اللي هو الكلام اللي بتكلم عنه إن هم في سعي لإنه يطوروا وسط الخرطوم، وفي اليونيسيف أو في منظمات تبع اليون داخلة في الموضوع، في جهات كثيرة جدا هم ذاكرين من ضمن الأشياء برضو الإنجينيرز. وفتكر الإنجينيرز بيهمهم موضوع الكوست، يعني إحنا عندنا حاجة اسمها الفاليو إنجينيرينج، ده هو اللي بيخلي المواضيع زي ما بيقولوا لوجيك، ما يكون زي ما اتكلم الباشمهندس عمرو سليم ميزانية مفتوحة ورزلت غير معروفة شكلها كيف. استفادتنا من البيم في الحتة دي بيعتمد على ان احنا نعمل نقوله رين كبير بتاع المشاركات، ويكون في بلاتفورمز ممكن الباشمهندس عمرو لو عنده قائمه بالبلاتفورمز اللي ممكن تساعد، او الطريقه الانسب في ان انت تشرك عدد كبير جدا من الناس في الديزاين، يكون عندهم اكسس بشروط معينه، يكون في اكسبتنس للانبوت بتاع فرد في الديزاين في مرحله معينه، يكون في ديسكشن، يكون في عرض، يكون في يعني كل الاشياء دي قابله لانه الناس تشرك فيها، المواطنين كجنرال كل الناس يكون مشاركه. اذا كان في الفيسبوك الناس تعرض الافكار، يحصل فيها فوتنج تصويت للاشياء موضوع الكوست، وحتى الناس ممكن يعني يقولوا فيها استثمارات فيها كذا، يعني كل الاشياء دي عايز موضوع البيم هو الفيصل فيها. انا في رايي انه اذا عملت بالبيم ما حنقوم نحط مثلا هنا رصيف عشان نكتشف انه لا، الرصيف ده احنا محتاجين كنا نعمل فيه بايب بتاع خدمه معينه، نجي تاني نكسر الرصيف عشان تحصل عاده دي. عايزين نستفيد من الاخ عمرو في انه برضه يزودنا باي بلاتفورمز او اي طريقه صيغه مناسبه، واللي قدام الناس لو اتبنت الفكره كداخل المنظمه او اي جهه اتبنت انها هي كجهه هندسيه تدير الشراكات او الاشتراكات او المشاركات بتاعت الانجينيرز اللي موجودين برا السودان وداخل السودان، يكون عندنا زي ما بيقولوا بيز نقدر نبدا منه. يعني دي نقطه مهمه. السؤال اللي عايز اساله برضه للاخ عمرو بالنسبه للوظائف، يعني هنا الشباب اللي موجود هنا طبعا معظمهم برد عليهم وعارفين البرامج دي وكذا، لكن في تخصصية برضه، يعني عايزين نعرف شنو التخصصات اللي في البيم بيجت مثلا هي العمود الفقري بتاع الموضوع، مثلا بيم مانجر فاسيليتيتر، وهل في كومبينيشن بين كم وظيفة، يعني تقريبا كذا حاجة خفيفة على موضوع مواصفات كل شخص إذا كان بين مانجر ولا فاسيليتيتر ولا كذا. فدي مشاركتنا، ونشكر الأخ عمرو ونشكر أشرف والتنمية العمرانية ناس التدريب مجتهدين جدا جدا أكثر ناس شغالين، وشكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير. بالنسبة للجزء الأول فأنا تحت أمرك في أي حاجة، يعني يعني أنا جاهز لأي حد عايز يعمل أي حاجة في أي مكان، نتعاون ان شاء الله نوصل لاحسن حاجه تفيد الانسان وتخلي نبني المباني بسعر ارخص، وفي نفس الوقت يكون افضل للانسان. الانسان اللي يسكن فيها يكون حاسس براحه حراريه وحاسس براحه نفسيه، لان احنا بنقعد في البيوت وفي في المباني تقريبا 90% او 80% من وقتنا، فلو التصميم كويس ده هيقلل الامراض وهيقلل المشاكل بشكل كبير جدا. فلا ان شاء الله نحاول نوصل لحاجه زي كده، ويعني انا جاهز لاي حد عايز يعمل حاجه نقدر نتعاون فيها. بالنسبه للجزء الثاني هي في حاجات كتيره جدا، بس ممكن نركز على ثلاث حاجات، اللي هو السبيشاليست ده بيبدا هو يعمل الموديل، او بيبدا هو مثلا يعمل 4D، يعني متخصص في ان هو بيعمل مهمه معينه. في حاجه اسمها البيم كوردينيتور، ده مسؤول ان هو ينسق بين الاقسام كلها بالمعماري والانشائي والكهروميكانيكي. في البيم مانجر ده اللي المفروض بيحضر الاجتماعات، ومفروض ان هو بيحط الستاندرد اللي الشركه تشتغل عليه، وتاكد ان هم شغالين على
الكود، دول التلات الأساسيين. في حاجات مثلا خاصة بعرض المنتج على الملك، يعني الموديل نفسه بيبقى فيه شخص متخصص يعرف يعمل برزنتيشن بشكل قوي، وبيجهز كل أسبوع شكل معين من البرزنتيشن. في حد بيبقى متخصص في البرمجة بتاعة الداينامو أو برمجة السي شارب، بحيث إن هو يوفر عليهم وقت. في حد تالت بيكون متخصص مثلا في موضوع التنسيق، يعني كل شركة بتلاقي في شخص مثلا متخصص في حاجة حسب حجم الشركة، بس هو الأساسي اللي هو السبيشاليست والكوردينيشن والمانج، واحد من دول ليها تفاصيل، يعني محتاج محاضرة خاصة لكل واحد فيهم ايه المهارات، يعني هو برنامج واحد بيتعلمه. الكوردينيشن المفروض ان هو يبقى فاهم اولويات التنسيق بين الحاجات، المانجر المفروض ان هو يتعامل ازاي مع البشر وازاي يقودهم للحاجه اللي هو عايزها. فنشكر حضرتك يا باشمهندس، الله يكرمك. شكرا شكرا داخلا من باشمهندس يحيى، شكرا باشمهندس عمرو على التعقيب. الفرصه باشمهندس مامون، اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس مامون محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس مامون ازيك؟ باشمهندس عمر كيف احوالك؟ لك وحشه والله. الحمد لله استاذ، الله يكرمك استاذ. الله يسلمك، الله يعافيك. مشكور كثير على البرزنتيشن اليوم، وانت مننا وفينا ان شاء الله، ونحتاجك بالسودان كثير ان شاء الله. الله يكرمك استاذ، الله يسلمك. معلش قبل ادخل في سؤالي، بالنسبه لسؤال الباشمهندس اللي قبل شويه عن البرامج حقت الكولابريشن، فموجوده البيم 360 وموجود عندنا. بس استنى بس يا باشمهندس، بص اقول لحضرتك حاجه، انا ليه ما عقبتش، ليه انا ما ذكرتش اسم البرامج؟ البيم 360 اولا هو ممنوع لان هو امريكي، فمش هنقدر نشتغل بيه في السودان، تمام؟ زائد ان هو مكلف جدا، الشخص الواحد بيكلف تقريبا 900 دولار، تمام؟ ففي بدائل ثانيه احسن، فدي محتاجه نقعد مع بعض كده انا وانت وباشمهندس يحيى، ونبدا نناقش افضل بديل. في بدائل ثانيه اقوى، هو بيم 360 اشهر، بس في بدائل تانية ممكن نلاقيها ارخص بكتير جدا، 1 لـ100 واداء اعلى. يعني ممكن مثلا على سبيل المثال نستخدم جوجل درايف، نستخدم فور شيرد، يعني في برامج كتيره ممكن نستخدمها بشكل قوي وتدينا اداء قريب من البنت توستين. في زي بيلدر، ده مصري، يعني محتاجين ان احنا نقعد نناقش البدائل ونختار. كل مشروع وكل بلد بيبقى ليها ظروف خاصه بيه اللي نقدر نقارن ونشوف ايه الافضل ليها. تمام، جميل جميل جدا. وطبعا السودان الحين يترفع من قائمه الحظر على المنتجات الامريكيه، ف يعني هذه ما ابليكابل على السودان، لكن زي ما قلت نشوف الاشياء اللي سعرها مناسب او ما بتكلف، بحيث انه يشتركوا فيها اكبر عدد من الناس، واذا محتاجين ل شخص انه يعني يكون ادمنستريتر او يرفع البيم 360 وتقرا برامج ثانيه، انا ما عندي خبره انه اربط برنامجين مع بعض. نحن حاضرين لكل تعاون واونلاين معاكم، والكونتاكت حقتنا موجوده وحاضرين. يعني في باشمهندس هاشم بن عوف اللي هو وزير البنيه التحتيه السابق، طبعا وبين مانجر في السعودية وفي قطر كان، وأسي هو وعمل ماستر بتاعته في البيم. نعم، أسي هو مستشار في وزارة البنية التحتية، برضو ممكن نزل في السودان تصلوا وتحاول توجد معاه وكيف الناس تقدر تشتغل سوا. ده بالنسبة لسؤال باشمهندس. بالنسبة عندي سؤال، أيوة كمان برضو عايزين government soft landing بالنسبة للسودان، يعني الحكومة أو التنمية العمرانية هي تفرض بين مانديت حتى لو بليف المنخفض، البنايات اللي هو مثلا نقول 40 طابق، ممكن يكون ما في 40 طابق الحين في السودان، لكن بحيث إنه يعرف الناس إنه صار حقيقة بعد كذا سنة، يعني زي ما دبي بدت 40، بعد شوية 20، بعد شوية نزلت لتحت، الحين صار تقريبا كله بين
فعايزين خطوات حكومية تخلي الناس تتجه للمجال ده. ده بالنسبة للعام. بالنسبة للخاصة باشمهندس عمر، أنا عندي شوية اختلاف ما بين الستاندر البريطاني الباس 1192 والآيزو 19650. يعني أنا الشيء اللي عرفته شايفه في النت والناس تتكلم عنه إنه الآيزو والسوبرسيد الباس 1192 لما تدخل على الآيزو تتعمق فيه تلاقي إنه هو لسه شغال بالباس 1192 الفورمات حقت PIX حقت الباس 1192. فهذه بالنسبة لي أنا ما واضحة، يعني إنه يعني الستاندر البريطاني متقدم وشغالين لهم فترة، الآيزو ما جاب جديد، يعني أنا ما شايف إنه جاب جديد. نعم شوية بسط العملية وخلاها يعني أوضح شوية عنده، لكن فعايز أعرف هل طيب نرمي الباس 1192 ونشتغل بالآيزو ولا لسه البريطاني شغال؟ يعني النقطة دي ما واضحة لي. سؤال ثالث أخير، في جهتين أو محادين يعني مشهورات بتقدم سيرتيفيكيت حقة الآيزو اللي هو بري أكاديمي وأوبرام أكاديمي. فبالنسبة لي شخصيا أي واحدة أفضل، إنه الواحد أو سمعته مقيمة أو شهادة أقيم الواحد يتجه له أوبرام ولا بري أكاديمي؟ أوبرام أكاديمي أو بري أكاديمي؟ والمجال لك باشمهندس. طيب بالنسبة لموضوع الباص 19650 والآيزو، الآيزو 19650 والباص اللي هو كانوا بيشتغلوا بيه زمان، دلوقتي الباص تقريبا هيقف. ليه؟ لأن الناس اللي كانوا شغالين فيه بدأوا يتجهوا إن هم يتحدوا في الآيزو، وده كان تخمين ليا من زمان إن الأكواد كتيرة وهيبدأ الدول تتوحد في كود معين زي ما حصل زمان. مثلا في أكواد كتيرة مثلا تلاقي في دول كتيرة تقولك بدل ما أعمل كود مستقل أنا هعتمد مثلا على الـ NFPA الأمريكي أو كده. ودلوقتي الآيزو هو اللي هيكمل، يعني أصبح بمبلغ معين ففي فلوس معينة إن هم يطوروا فيه وإن هم يعتمدوا عليه. طبعا في اختلافات بسيطة مش كبيرة، نتيجة إن اللي عمل باص ده كان الوزارة في بريطانيا، وزارة الإنشاءات في بريطانيا، إنما هنا بتعتبر وكالة الآيزو، بيعملوا شوية اختلافات وبيحاولوا يسهلوا وبيحاولوا يبسطوا. بس الموضوع فعلا لو واحد مذاكر الباص ودخل في الآيزو 19650 بيلاقي الموضوع سهل جدا بسيط جدا، يعني نفسه إن هو فاهم تقريبا 90% من المصطلحات وبس، ايه 10% حاجات بسيطه خالص وحاجات يعني ايه سهله. طيب بالنسبه لموضوع الشهادات، كل الشهادات دي تدريب للشخص، انما لو انت بتدور على حاجه دور على شهاده للشركه، لان هي الشركه هي اللي المفروض هتاخد التوثيق دوت انها شغاله فتقدر تاخد مشاريع. يعني هو في الامارات دلوقتي بدا يتجه لكده، ان هو يحط من ضمن الشروط ان الشركه تكون معتمده في الايزو 19650، تمام. بس هو حتى الان قليل قوي الشركات اللي واخده الموضوع دوت، فمش بيركزوا عليها، بس بداوا اشوفها في بعض العقود او في بعض المناقصات يقول لو الشركه واخده ديت يبقى ليها الاولويه انها تاخد المشروع. فالاكواد كلها تقريبا قريبه من بعض، تقريبا كل الاكواد، يعني انا قريت يعني عشرات الاكواد كلها قريبه من بعض. الكود الكندي تقريبا تيبيكال من الكود البريطاني، من الايزو، من كذا من كذا من كذا. يمكن اللي هو مميز شوية السنغافوري، في شوية تفاصيل وحاجات تناسبنا أكتر في إن احنا نفهم طريقة الشغل. فأنا بالنسبة مثلا شهادة البري دي ممكن أنا خدتها تقريبا في البيم، خدت تقريبا ساعة، تمام، بتحل الامتحانات وبتقرأ وشوية حاجات بسيطة جدا، فمش هي دي المقياس، تمام، زائد إنها يعني سعر بتاعها غالي. انا بالنسبه لي الاولويه للشركه نفسها تاخد الشهاده، لان ده معناها ان انا شغال في بيئه بتطبق الكود. يعني الفرق بين الشهاده الشخصيه ان هو بيسالك بعض الاسئله وتجاوب عليها حتى لو انت مش شغال بنفسك، مجرد حفظت الاجوبه. انما لو انا شغال في شركه واخده كده معنى كده
لو واخد الايزو. معنى كده ان احنا شغالين اسلوب صح. لو انا شغال في شركه واخد الايزو معنى كده ان انا عندي الخبره كويسه جدا في التعامل مع الملفات، في التعامل مع الكولابريشن، في التعامل مع التيم، في التعامل مع العميل. فبتلاقي قوه كبيره جدا. ده اللي انا بنركز عليه في اي شركه بنحاول ان احنا نعملها بالامبلمنتيشن. مشكور باشمهندس، مشكور. الله يكرمك يا استاذ. لازم نتواصل بقى شويه يا باشمهندس. الله يكرمك. الله يسلمك. ان شاء الله ان شاء الله. الله يكرمك. شكرا شكرا باشمهندس محمود. وحقيقه احنا بقبل راتفول انيشيتيف دي، اتمنى انه تلقى موفينج فورورد مع باشمهندس عمرو. شكرا لباشمهندس عمرو على التعقيب. الفرصه مع باشمهندس باشمهندس امينه. تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا للأستاذ عمر سليم والقائمين والمنظمين لهذه المحاضرة. يعني من وجهة نظري، لدي وجهة نظر يعني أرجو مناقشتها. لا يمكننا العمل بالأبروتش بيم وفي دولنا العربية ونحن نعاني من نقص مجال الجيس جيوغرافيك انفورميشن سيستم، لأنه لا يمكننا فصل المشروع عن محيطه وجغرافيته. هدف كأول ملاحظة. ثانية، يعني بدون إرادة حكومية أو تبني للمشروع لا يمكن اللجوء لاستعمال مثل هذه التكنولوجيا. كمهندسين كل عملنا يتوقف على تبني هذا المشروع من طرف حكوماتنا وإداراتنا، وتبعا لثقل عملية إدراجه. يعني هل لديك رؤية حول تسهيل طريقة إدراجه تدريجيا في دولنا العربية؟ هل مرت عليك تجربة مثلا في مصر أو في إحدى الدول العربية أين تم إدراج البيم بطريقة يعني تدريجية وسلسة؟ شكرا. طيب، أولا بخصوص الجي آي إس، فالجي آي إس مهم جدا بالذات لما كون بنتكلم على مدينة كاملة. تمام، يعني جي آي إس استخدمناه بشكل قوي في مدينة العالمين، في المدينة العاصمة الإدارية الجديدة، في حاجات كتير جدا. بس لو أنا بتكلم على فيلا أو بتكلم على مبنى أو بتكلم على ثلاث أربع مباني، فموضوع الجي آي إس ما بيكونش بنفس القوة أو ما بيكونش بنفس الاحتياج. بالإضافة إن الجي آي إس في جامعات كتيرة جدا بتدرسه، فما مش شايف إن في نقطة ضعف. يعني موضوع الجي آي إس دوت من النقاط اللي بقى لها فترة كبيرة، وفي ناس خبراء جدا، وفي ناس بروفيشنال فيه، وفي حتى ناس كتير قويه جدا في البرو ارك جي اس، وفي برامج كتير جدا مجانيه اوبن سورس نقدر نشتغل فيها بالجي اس بشكل قوي، وبتتكامل مع البيم بشكل رائع. وحتى في حاجه ممكن نتكلم عنها اللي هي الاوبن ستريت ماب، ودي حاجه خطيره جدا قويه جدا ان احنا بنعمل حاليا في دول كتير زي ليبيا وزي مصر، بنعمل مخططات ثلاثية الأبعاد دقيقة جدا، وبنعمل شغل بيم عالي جدا للبلد كلها من غير أي تكلفة خالص، من خلال إن احنا بنصور الشوارع ببرنامج اسمه كارتا فيو، بعد كده بنحول الصور دي لـ 3D. ببدأ أدخل وأشوف ارتفاع المبنى وأبدأ أديله الارتفاع بتاعه. وفي برامج معتمده بتعتمد على الانفرا وركس، بتعتمد على الشغل بتاعنا التطوعي، زي مثلا انفرا وركس 360، زي اليون، زي ارك جي اس. يعني في عشرات البرامج بتاخد الشغل بتاعنا دوت وتتبناه بشكل قوي. تاني حاجه موضوع الحكومات، هتكلم من شقين، من شقه ان هل احنا منتظرين حكومات؟ لا، هي الحكومات لو دخلت هتبقى حاجه قويه، بس انا مش هستنى الحكومه. انا عايز اعلم الشباب، أوجد لهم فرص كويسة، أقلل الهدر اللي بيحصل، خليهم أقوياء في موضوع الاستدامة، يدرس في الجامعات. كل الحاجات دي نقدر نشتغل فيها بدون الاعتماد على الحكومة أو انتظار إن هم يطلعوا قرار. طيب، بالنسبة للحاجات العملية ففي أكتر من حاجة في أكتر من بلد، بس خلينا نتكلم على آخر حاجة اللي هي موجودة في قطر. الحمد لله كنت باحث مساعد في جامعة قطر على موضوع تطبيق البيم في قطر، واخدنا خطوات، وكان في موضوع هل البيم يبقى كبير ولا لا. تمام، كان معايا طبعا او انا كنت مع سادة افاضل دكاتره اقوياء جدا، فكان القرار ان لا، ما يبقاش دلوقتي البيم ما يبقاش اجباري، لا خطوات معينه. يعني كان ممكن البيم اجباري زيه زي الامارات، بس هي الفكره كلها مش فكره ان احنا
نطلع ورقه ونتفاخر ان احنا عملنا الموضوع دوت، وده هيعمل كارثه. تمام، يعني في رؤيه ان لو احنا نزلنا اجباري البيم، المكاتب كتيره هترفد الناس الموظفين، وهتحصل ذبذبه في سوق العمل زي ما حصل في بعض الدول اللي خدت القرار من غير ما تدرسه. فاحنا قلنا لا، احنا ناخد خطوات زي مثلا ان المشاريع الحكوميه زي مثلا في اشغال تبقى اجباري فيها تبني البيم. ليه؟ مش لمجرد هو احنا مش بنبيع بيم، يعني انا لو حد اشتغل ببيم انا مش هاخد منه نسبه ولا حاجه خالص، لا انا يعني الفكره كلها ان احنا نقلل الهدر، الفكره كلها ان احنا نعمل محاكاه ونتاكد ان المبنى ده صديق للبيئه. في يعني انا مطلع على العماره في السودان من ايام الاهرامات زمان لحد دلوقتي، فبيعجبني شغل كتير جدا في العماره. وفي طبعا استاذنا الدكتور عثمان الخير من الناس الافاضل اللي لهم شغل كتير جدا في العماره السودانيه والحاجات ازاي تبقى معموله استدامه. فانا عايز اخد نفس الافكار ديت وابدا اعملها ابنيها واعمل حاجات صديقه للبيئه، وافهم ليه سمك المبنى وليه الفتحات هنا صغيره وليه هنا الفتحات كبيره من خلال استخدام تكنولوجيا البيم، وابدا استخدم اعمل مبنى واعمل محاكاه واتاكد هل فعلا هيحصل نفس الحاجه اللي انا اطمح ليها. لان ساعات ممكن نعمل تصميم وما اكتشفش المشاكل والاخطاء اللي عندي غير بعد ما المبنى يتعمل، ويكون مثلا عدى 5 6 سنين اكون انا بنيت وعملت نفس الاخطاء. فلما استخدم الاستدامه هدف او المحاكاه هدفها ان انا اعمل مبنى الناس اللي موجوده تدعي عليا، تدعي لي بدل ما تدعي عليا. يعني كان استاذنا الدكتور حسن فتحي كان يقول ان ربنا مش هيسامحني لو انا عليت درجه الحراره في المبنى 17 درجه مئويه بدون سبب، يعني مجرد بس ايه ان انا عايز استخدم تكنولوجيا حديثه فاستخدم الزجاج مناسب لاوروبا بس مش مناسب لينا لاسباب كتيره، فاعلي درجه الحراره واروح مركب تكييفات، فالتكييفات بتستهلك تقريبا 40% من طاقه المبنى، فبدفع مصاريف كتيره جدا. ليه؟ لان انا مش عامل تصميم مظبوط. لا، احنا عايزين ناخد نفس التصاميم اللي اهالينا واجدادنا بنوها ونشوف التكنولوجيا الحديثه. يعني فكره المشربيات نبدا نشوفها، بس نعمل ديناميك مشربيه، نعمل مشربيه بتتحرك وتختلف مع اختلاف اتجاه الشمس والزاويه بتاعتها ودرجه الحراره والحاجات دي كلها. فاحنا بدانا مثلا نبذه عامه عن البيم بسيطه جدا، ممكن الناس تبدا تتطور نفسها فيه، ممكن واحد يخش يعمل حاجات احسن مني ويطورها وهكذا، وما نستناش الحكومه وما نستناش الوزاره وما نستناش كذا، لا نبدا. وان شاء الله يعني احنا يعني اي حد عايز نتعاون في اي حاجه تحت امره ونبدا نعمل حاجات كويسه باذن الله، ونعمل يعني هدفنا ان ربنا يرضى عننا ان احنا عملنا تصميم للانسان، مش تصميم لمجرد ان انا عايز اعمل حاجه شكلها حلو والناس تسقف لي. لا، انا ممكن اعمل مبنى بسيط خالص. انا شخصيا رغم ان انا اشتغلت في ابراج كتيره ما بحبش الابراج، ليها مشاكل كتيره جدا. يعني موضوع الابراج اولا بيعمل لك مشكله في زحمه في المرور تحت خالص، بتلاقي محتاج ان انت تعمل جراشات كتيره جدا، ومحتاج ان انت وزائد موضوع مشكله الصرف الصحي بينزل كلها في منطقه واحده بيعمل مشاكل. عشان اعمل شكل حلو ممكن اضيع مساحات كتيره، عايز اعمل اعلى مبنى في اخر كام دور بيكون فاضيين، مجرد ان انا عايز اطلع بس كده واخد اللقطه. لا، انا هدفي الانسان. لو انا اعمل المباني البسيطه جدا لاهالينا واخلي حياتهم افضل، ده احسن بكتير ان انا اعمل مبنى بسيط 5 ادوار بس انا عامله بشكل حلو يقلل الجريمه ويقضي عليها، زي ما تشرشل كان بيقول نحن نشكل مبانينا وهي تشكلنا بعد ذلك. فاحنا عايزين نعمل مباني للاجيال القادمه بحيث ان تبقى مدن ذكيه، ويبقى احسن من وادي السيليكون اللي موجود في امريكا، يبقى عندنا وادي السيليكون في مصر وفي السودان وفي ليبيا. وكل ده بسبب ان احنا اهتمينا بالانسان على حساب اي حاجه ثانيه. طيب، شكرا باشمهندس على التعقيب. شايف باشمهندس امينة طالبه فرصه ثاني، ده الفرصه، اتفضل يا باشمهندس. شكرا لكم على الاجابه الاستاذ عمر سليم. يعني في اطار الحديث عن الجيس او جيوغرافيك انفورميشن سيستم،
أنا أتحدث عن البيم approach in the urban scale، يعني تطبيق البيم في المشروع العمراني أو المشروع الحضري، لهذا نعم. أيوة إحنا فعلاً عملنا في أكتر من مدينة، اتعامل موضوع جي اس مع البيم، زائد إن في شركة اسري دي أكبر شركة اللي عاملة البروجا ار بي جي اس، بتتعامل دلوقتي مع شركة اوتوديسك مثلاً اللي عاملة الريفت، في إن هم بيعملوا كيان او منظومه معينه تحل المشاكل ديت. ففي مدن كتيره فعلا اتعمل ربطوا جي اس بالبيم، واصبح حاجه يعني خلاص ما نقدرش نعمل فيها بحث جديد. ليه؟ لانها خلاص كتلت بحث، الموضوع بقى سهل جدا ومفهوم. نعم، أنا حديثي يعني هناك العديد من الدول العربية لا تملك باز دو دوني، يعني باز اوف انفورميشن، يعني جيوغرافيك انفورميشن، لهذا تعاني في مجال تطبيق البيم ابروتش. يعني مثلا أعطيك مثال، سويسرا لديهم قاعدة جغرافية يعني، ولديهم خرائط يعني منتهين من هذه القصة. مثلا إذا ذكرنا مثال الجزائر، الجزائر كبلد لا تملك باز اوف جيوغرافيك انفورميشن، لهذا تطبيق البيم ابروتش في مثلا في الجزائر يتطلب العديد من، يعني كل مشروع راح نعمل دراسة للمكان الجغرافي. كيف طيب. أشرح؟ ايوه، يتم إعداد يعني متقطعة عشان كده في عمل تطوعي اللي احنا اتكلمنا عنه. وصلتك الفكرة؟ ايوه وصلت الفكره. هو عشان كده احنا عملنا حاجه اسمها اوبن ستريت ماب، وده معانا طبعا اللي ماسك الموضوع دكتور عبد الرحمن، موجود في فرنسا، عبد الرحمن الفرجاني، عمل الموضوع كله يعني ليبيا تقريبا اتعملت كلها، واوبن ستريت ماب شغالين فيها في مصر وبنحاول نوثقها، وخدنا موافقه من منظمه الدول العربيه ومنظمه المساحه العربيه في لبنان ان احنا معتمدين منهم، ويا ريت نعمل واحده كمان في السودان اوبن ستريت ماب. كله تطوعي وكله مفيش فلوس، انت بس مجرد بتصور بكارت فيو، فبنعمل قاعده بيانات رهيبه جدا لا يمكن تخيلها. يعني حضرتك اعملي بس سيرش عن اوبن ستريت ماب مصر او ليبيا، هتشوفي الشغل معمول ازاي، كل الشوارع موجوده بالصور بالارتفاعات بالمشاكل بكل حاجه. يعني ده كان احنا المشكله كانت عندنا فعلا زي ما حضرتك بتقولي موضوع جي اس، فقعدنا ندور على بديل ما يكلفش الدوله، احنا مش عايزين فلوس من الدوله، بالعكس احنا هنديها هديه للدوله تمام. وبالعكس مثلا لما جينا نطبقها في مصر، يعني كان في بعض التخوفات الامنيه وكده، قلنا لهم اخواننا خلوا اللي بيسيطر على الموضوع ناس من الدوله، ناس من وزاره كذا او وزاره كذا، احنا ما عندناش اي مشكله خالص، احنا عايزين نخدم بلدنا مش لناش اي هدف تاني. فاي حد موجود يقدر ياخد الاستفادة بالخرائط ديت، لو هو عايز يبني مبنى او عايز يبني مدينة او عايز يبني كذا، هنديله كل المعلومات بالارتفاعات بكل حاجات. واصبح يعني المعلومات اللي احنا بنرفعها بتسمع في برامج كتير جدا، لو دخلنا مثلا على برنامج من جي اس يقدر يستورد المعلومات من الاوبن ستريت ماب مجانا، كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. فما دام حضرتك مهتم بجي اس، شوفوا بس موضوع الاوبن ستريت ماب، وهتلاقي كلام ممتاز جدا يحل المشاكل دي ان شاء الله، بس محتاجه تعاون مننا كلنا باذن الله، وان شاء الله قريب نلاقي اوبن ستريت ماب في السودان باذن الله. إن شاء الله. أنا يعني أنا دكتورة من أحضر في رسالة الدكتوراه من الجزائر، أنا لست من السودان، أتشرف بأهل السودان ومصر وكل أهلنا من الدول العربية، يعني لهذا ذكرت مثال الجزائر لأني أعلم الوضعية وبحثي في هذه. تمام. انا اديت كورسات قبل كده بيم في الجزائر، وعارف ان الموضوع لسه في بدايته، بس ان شاء الله يعني يتبنى الموضوع بشكل قوي، وان شاء الله يعني تحياتنا لاهل الجزائر، يعني ليهم كل احترام وتقدير، بلد الاعتقاد الجزائري. شكرا. فان شاء الله يعني لا تقدم كبير جدا في الفتره الجايه باذن الله يا دكتور. ان شاء الله. ممكن تترك لي الايميل ولا الخاص بك استاذ سليم؟ اه تمام، هكتبه عشان يتغوت. تمام، لو حد عايزه. طيب، شكرا مهندس امينه، ومرحب بك تاني معانا في سي بي دي في المنظمه العمريه السودانيه، مرحب بكل الشعب الجزائري الشقيق. شكرا باشمهندس عمرو على جزاكم الله كل خير. الله يكرمك. في
في كم زول سالوا من ال من ال من ال في 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 الشات، سالوا من الحاضره وتوعدت انه راح تخلي بي دي اف سورس او اوبن سورس كوبي لل طب ثواني هرفعه لهم هذا الحل. شكرا. طيب في باشمهندس يحيى، باشمهندس يحيى لسه استيل عنده مداخله، انا حقر الحقر الرياكشن بتاعه انه في خطه تطوير وسط الخرطوم، بيتكلم عن الخرطوم في السودان انه سياره الطرق ورصفها معصبتها ونطول الطريق والمنطقه تحويل الاراضي حكوميه خاليه لمعادن خضراء انشاء وبشكل انشاء ميادين عامه تجري الطرق الرئيسيه للمنطقه. هو بيتكلم عن نفس الحاجه السؤال اللي سالته انه الماستر، فيا ريت دي التعقيب في موضوع الحاجه اللي ذكرها باشمهندس يحيى، ونحن بنقرر انه كل الناس اتفضل. احنا تاني بنقول انه بندي الفرصه لكل المشاركين اللي معنا في الايفنت تداخل اقتراح الاسئله على الباشمهندس عمرو طريق الرايس هاند في السيتنج، فرصه لمشاركات تانية او اسئله تانية. كان في ناس علي ناس كان طالب فرصة معرفة سير ستيل معانا ناس السلام عليكم أشرف. وعليكم السلام. واش تفضلي. أيوة أهلين، مساء الخير. شكراً باشمهندس عمر على المحاضرة، وشكراً أشرف ومكتب التدريب على التنسيق. أنا سؤالي قد يكون شوية يعني بتطرق لنفس النقطة كان يتكلم عنها قبل باشمهندس يحيى، لكن يمكن يعني يعني في حتة مختلفة شوية، اللي هو تأثير التيم أو تأثير البيم على تكوين التيم ومين الديزاين تيم. يعني بما أنه البيم بيعتمد مين على الانفورميشن، يعني هو صح بيديك الموديلينج تول، لكن لازم يكون التيم عنده النولج الكافية اللي بيقدر تو انبوت ات يعني في 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 الموديل ده علشان يقدر تو كرييت الديزاين بالانفورميشن المطلوبة فيه زي ما وريتنا في اول البرزنتيشن. فبالتالي انت داير انجينيرز او اركيتكتس يكونوا عندهم الخبرة الكافية والمعلومات الكافية عشان يقدروا يخطوا الليفل بتاع الانفورميشن الديتيلد اللي بيطلع لهم الموديل المتكامل يعني. فكيف الحاجه دي اثرت في التيم يعني من باب خبرتك في مشاريع او في شركات عموما اللي انت كنت انفولد فيها؟ هل الحاجه تطلبت مثلا انه الناس to bring engineers جداد نقلل من العدد؟ هل اثرت مثلا في العدد بتاع التيم بتاع الديزاين تيم في الشركات انها اضطرت تقلل من العدد لانها هي يعني انت حاليا محتاج ناس بكواليتي محددة يمكن في الـ 2D او في الابروتش اللي قبل البيم، يعني الحتة بتاعت الدرافتينج وكذا كانت مهمة حاليا. I think انه الحاجة دي في البيم ما بنفس الابروتش، يعني انت محتاج ناس to draft لانه الموديل is being built while the design I think. فبس يعني سؤالي في انه كيف الحياة دي اثرت على تكوين الديزاين تيم ونوع الكواليتي بتاع المهندسين اللي بقى يعني لازم يكون موجود to support building a comprehensive informative model يعني. شكرا. جزاكم الله خير. انا متفق معك طبعا ان هو بيأثر بشكل كبير جدا، محتاج فعلا ناس كتيرة تكون فاهمة الفكرة ومستوعبة للموضوع. على سبيل المثال مثلا في احد الشركات كنت مهندس بتاع الصحي قال لي لا انا مش عايز البيم. ليه؟ لان هو بيرسم خط وخلاص، يعني هو مش فاهم التفصيله نفسها ان في حاجه معينه هتتركب هنا وفي فاليو والحاجات دي كلها. فلما لقى نفسه دخل في تفاصيل ومطلوب منه يفهم حاجات معينه لقى الموضوع بقى صعب، فقال لا انا مش لاعب. قال لا انا فعلا كده
دخلت في قصه سد او حسب تعبيره يعني ان هو محتاج ان هو ينزل موقع عشان يشوف، لان هو الشغل اللي كان بيعمله ما كانش محتاج ان هو يفهم، مجرد بيرسم خط وخلاص. فهو فعلا محتاج ناس تكون فاهمه الفكره ومستوعبه الموضوع وعندها نولج قويه جدا في الموضوع. طيب الحل بقى مش ان احنا نلغي الموضوع، لا، الحل ان احنا نطور الناس اللي معانا، نبدا نشوف الناس عندهم نقص ايه. يعني بلاش نلجا لموضوع ان احنا نرفض الناس او نعمل مشاكل مع الناس، لا، احنا الناس دينا ده كورسات ونطورها ونفهمها الفكره. وهو لما يشوف الحاجه 3 دي هيبدا يستوعب الموضوع بشكل قوي. فالراجل اللي هو شغال بيم ده مش سوبر هيرو ولا حاجه، هو الفكره كلها بس ان هو بدا يعتمد على التكنولوجيا وتبنى التكنولوجيا الجديده اللي فعلا عملت تاثير قوي جدا. ففرق معانا في فريق تصميم. احنا كان عندنا مشكله ان الميكانيكا والكهرباء والانشائي بيقعد وقت كتير قوي لحد ما المعماري يخلص. دلوقتي بقينا ننظم المعماري يعمل 1 2 3 وما يكملش ويدي الشغل للانشائي ويدي الشغل للناس تكمل هي تستفاد من الشغل بتاعه وتكمل عليه. تمام، يعني بدل ما هو كان لازم يخلص المبنى كله وبعد كده ندخل، لا، انا عايزك منك تعمل لي 1 2 3 ليفل وجريد والاعمده واوا وانا ادخل اكمل وانا انت محتاج مني كذا. فبدانا نرتب موضوع بحيث ان احنا نبقى شغالين مع بعض انتجريتد بروجكت دليفري، ونستخدم اللين مانجمنت ان احنا نقلل الوقت بشكل رائع، ما نقعدش وقت طويل جدا عشان ده يخلص ومستني دوت، لا، نشتغل كلنا بارل مع بعض. ففرق كتير جدا في تنظيم الشغل، فرق كتير جدا بالذات لو عندنا اكتر من شركه، فكل شركه منهم كان بيقعد يبعت RFI واستفهامات وحاجات زي كده، لا، هو في موديل واحد بس، ما تلفش على اللوح كلها، هو موديل واحد، هتلاقي في كل المباني وهتلاقي في كل الواجهات وهتلاقي فيها كل الفلورز والسكادولات والحاجات دي كلها. محتاج الناس تكون واعيه، محتاج، بس الناس اللي موجوده ان شاء الله على وعي كافي، محتاجين بس ان هم يبقى في دورات تدريبيه بشكل قوي بحيث ان هم كل واحد يتعمق في المجال بتاعه. ودي نقطه كويسه جدا ان البيم ما يغنيش ان انا ابقى فاهم النظريات نفسها ومبقاش فاهم وان انا اتعمق في ان انا ادرس مثلا العماره لو انا معماري، او اتعمق في الانشاء لو انا انشائي. وبيسهل لنا جدا في الاجتماعات، كل واحد فينا يبقى فاهم وجهه نظر الثاني، ممكن الانشائي بيتكلم في نقط انا مش متخيلها، بس لما هو يوريها لي 3 دي اكيد هستوعبها وافهمها بشكل قوي. فالبيم غير طريقه التفكير، غير اسلوب الشغل، فلتر الناس، يعني كل واحد بدا ينتبه ان هو المفروض ان هو يطور نفسه في الشغل بتاعه، وان هو مش اللي اتعلمه من الكليه كافي، لا، ده اللي اتعلمه من الكليه ده الاساس القوي اللي المفروض يبنى عليه. طيب، شكرا للبشمهندس ايناس على المداخله، شكرا للبشمهندس عمر على التعقيب. بشمهندس سلافه تقول محاضره قيمه وممتازه، شكرا بشمهندس، شكرا لك يا سلافه، شكرا لك على الانتراكشن. وبشمهندس امينه بتقول شكرا للسيد الحاضر. بذكر انه بشمهندس عمر خدت الجوجل فورم لينك للبرزنتيشن، وخدته في برضه في الجوجل درايف، وبرضه خدت الكونتاكتس الايميل والتليفون لكل الناس اللي حابين يتواصلوا مع الباشمهندس. بكرر ان احنا عارفين الفرصه للمداخلات والانتراكشن، اسئله على الباشمهندس. أشرف، أي، تفضلي يا ناس، تفضلي. شكرا على الفرصة ثانية. أنا عندي سؤال ثاني باشمهندس عمر، عايز أعرف نصيحتك شنو لزول عايز يبدأ التراك بتاع يعني to be involved in a BIM system إذا صح التعبير. يعني إحنا أغلبنا حاليا طبعا بحكم شغلنا في السودان، يمكن بنعرف عن البيم نظريا، الناس بدأت تقرأ عنه وتعرف التجارب الخارجية، لكن ما we didn't experience يعني BIM، نقول complete BIM experience. so نصيحتك شنو يعني إحنا من قبل يمكن بنتكلم على مستوى الشركات أو على مستوى الدولة، لكن على مستوى الفرد برضو، شنو التراك أو الستيبس اللي زوم المفروض يعملها عشان يبقى عنده يخش يعني
في النيو بيم ابروتش دي، سواء كان من ناحيه بتاع التدريب او كده. طيب حضرتك سالت على الاشخاص مظبوط. طيب لو احنا بنتكلم على موضوع الاشخاص، اهم حاجه ان انا اشتغل بايديا، يعني لو انا قعدت اتفرج على فيديوهات، انا مثلا عامل شرح كتير على بيم اريبيا، شرح المعماري الانشائي كهروميكانيكا، لو اي حد اتفرج على الفيديوهات وما طبقش ولا لها اي لازمه خالص، يعني بيضيع وقته. لو حد افتكر ان هو مجرد ان هو شاف الفيديوهات هيبقى سوبر هيرو او هيبقى البيم سبيشاليست، لا، لازم اشتغل بايديا، لازم ابدا اطبق واشوف مثلا مشروع انا كنت شغال فيه او مشروع قدامي موجود اوتوكاد، او انا اتخيل مشروع واشتغل عليه وطبق بايديا واحد مشروع واثنين وثلاثه، بتلاقي الموضوع سهل جدا وبدا الموضوع خلاص مش محتاج ان انا ابذل جهد. تمام، يعني انا بدات ازاي؟ انا كان في شغل كتير بيطلب مني كاد، كنت انا بعمله بيم واصدره للاوتوكاد وابعته للشخص اللي عايز واقول له اهو الشغل بتاعك اهوت، وبتعمد ان انا احط له بعض 3 دي عشان بيسالني ايه ده اتعمل ازاي، حاجات زي كده. وكان في حاجات كتير بتوفر معايا وقت، يعني موضوع حسابات الرمبات وحاجات دي كانت بتاخد وقت، السلالم، ان انا اعمل سكشن في السلم ده كان في الاوتوكاد بياخد وقت كتير قوي، ان انا اعمل الميول بتاعه الصرف الصحي كان بياخد شغل كتير جدا، فكنت بعملها كلها تك 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 بالريفت واطلع الارقام مظبوطه وابعتها، كان بيوفر وقت كتير قوي وبديها له كده. فيعني انا مش عايز اقعد ارغي كتير واقول حاجات كتير قوي، بس هي الحاجه الوحيده بس ان انا اعمل مشروعين ثلاثه بايديا. تمام، واحط، ويعني لو اتفرجت على كل فيديوهات الدنيا مش هتغنيني ان انا اشتغل بايديا، ولما اشتغل بايديا هتطلع مشاكل، حتى لو انت سمعت الفيديوهات لاحسن ناس في العالم لازم تطلع مشاكل ما كانتش موجوده قبل كده. شكرا ايناس مره اخرى للسؤال، وشكرا باشمهندس عمرو. في فرصه باشمهندس اسراء، اسراء الغالي، اتفضل يا اسراء. باشمهندس اسراء تفضلي. هلو تفضلي يا باشمهندس. شكرا جزيلا على المحاضرة الجميلة. الحقيقة أنا سؤالي إكستنشن لسؤال البشمهندس إيناس. أنا شخصيا عندي هيوج انترست في البيم and I excel in some softwares، لكن وتعي لعك ال actual practicing in البيم ومع وجود الـ other specialties بالذات الـ mechanical والـ structural والـ infrastructure all الـ aspects الثانية من التخصصات الثانية في البيم. So let me say يا باشمهندس عمر إنه أنا I did practice a lot في إني أنا أشتغل بإيدي، يعني using softwares Revit ولا إذا كان أركيكاد. Then what بعدك أنا ممكن أعمل إيه غير إنه إن بيم ما في حاجة بتخلي الشخص يقدر يقيم شخصه. يعني مثلا if I want to apply for a job I can't say I'm a BIM specialist or لأنه يعني في النهاية yes I do practice، أنا ممكن أكون يدي سريعة في some softwares بخلص سريع كده. السؤال الثاني، طيب if getting certifications يعني do I have to go for an academia مثلا ال BIM courses أو ال BIM certificates اللي بتكون مقدمة من قبل ال الجامعات أو المؤسسات التعليمية إذا كان locally أو internationally، ولا I أحسن بالنسبة لي إني أنا to seek apprenticeship من مثلا شركة well known عندها internship opportunities to go and practice. Me myself أنا I'm very interested in this and I يعني مشيت كذا خطوة in order يعني إني أنا أمشي في التراك ده أو to be specialized in BIM. فنصيحتك will be of great value بالنسبة لي. Thank you.
طيب الموضوع، طب خليك بس معايا يا باشمهندس. طيب اول نقطه موضوع ان انا اقيد نفسي، لا ممكن اقيد نفسي، يعني انا اقيد نفسي ازاي؟ افتح مشاريع تانية وابدا اشوف هل انا اقدر اعمل الحاجات دي ولا لا. تمام، يعني ابدا اشوف اي مشروع وابدا اشوف مثلا كمعماري في مثلا واجهه زيت في مبنى مثلا معمول اورجانيك، هل انا اقدر اعمل الموضوع ده ولا لا؟ هل انا اقدر اشتغل مع التيم ولا لا؟ تمام، هل بنقدر نعمل ورك سيت وورك شيرنج والحاجات دي كلها ولا لا؟ تفرق كتير جدا ان انا شغال لوحدي او شغال مع تيم. دي نقط كده ببدا احطها اقيد نفسي، انا ببدا اشوف ايه نقط الضعف اللي عندي، هل انا مثلا بعرف اعمل الشغل يطلع مثلا شوب درونج من اللوحه بالتفاصيل بتاعتها ولا عندي فيها مشكله؟ دي ببدا اقيد نفسي بان انا ابص على مشروع يكون كويس، مشروع يكون ناس محترفه هي اللي عاملاه، فببدا اشوف الحاجات. او مثلا لو عندي مشروع كان معمول اوتوكاد، هل كل العناصر بدات اعملها ولا لا؟ انا لو عملت مشروع واحد بيشرحه وانا بعمل زيه يعني دي خطوه كويسه، بس الخطوه الاقوى ان انا اخد كل التفاصيل اللي فعلا في الحياه العمليه وابدا اعملها، والاقي حاجات الراجل ما قالش عليها فابدا ادور عليها وابدا اشوف، طب والله ده دي جديده بالنسبه لي، عايز اعمل حيطه مايله طب بتتعمل ازاي، عايز اعمل حيطه سميكه وبعد كده تبقى رفيعه بتتعمل ازاي، وهكذا. فلما ببدا اشوف الحاجات، طب مثلا انا عايز اعمل مباني زي حسن فتحي، لا ده في اشكال غريبه مش موجوده قبل كده ومش منتظمه، فلا اقدر افهم نفسي بان انا ابدا اتحدى نفسي واشوف المشاريع الكبيره وابدا اعملها ازاي. معلش تاني نقطه كده سريعا، طيب موضوع الشهادات، انا عن نفسي مثلا مش بهتم بيها نهائي خالص موضوع الشهادات، يعني لما يجي حد بيعمل معايا انترفيو او انا يعني جاي واحد جاي يشتغل معايا في الشركه مش ببص على الشهادات خالص. ليه؟ ممكن تتدرب سهله، مش هي ده المعيار، المعيار هو بدي له حاجه صغيره كده يبدا اشوفه هو بيشتغل ازاي، مش مهم يعملها قد ايه، انا بشوف تفكيره ازاي هو بيعملها، بيتلخبط كذا مره وبيبني كذا حاجه ولا هو فاهم بيعمل ايه ومنتظم في الشغل ولا لا. انا مثلا ما خدتش الشهاده بتاعت انا بروفيشنال ريفت معماري وانشائي واستراكشر واوتوكاد وحاجات زي كده، بس ما خدتهاش غير بعد ما بقى لي مثلا يعني كان كل الناس خدتها وانا مش في دماغي، وراح ازور واحد صاحبي في مركز قال لي خش امتحن، فامتحنت خدتهم تمام، امتحنت كذا امتحان في نفس اليوم يعني. فالموضوع مش موضوع شهادات، الموضوع موضوع الخبره العمليه تمام، يعني ممكن يكون واحد واخد شهاده مثلا في الاداره بس هو بيتكلم وحش مع الناس فمش عارف يديرهم، مش قادر يتقبلوا منه الكلام. فأهم من موضوع الشهادات، يعني لو واحد خد شهادات ودفع فلوس كتيره جدا بس هو مش بيشتغل بايديه او مش فاهم طريقه الشغل، لا انت ماشي صح ان انت تطور من نفسك وان انت تبدا تشوفي الناس التانيه بتعمل ازاي، ان ما اقعدش ادور على كتر البرامج ان انا اتعلم 20 برنامج، لا هو برنامج واحد بس اكون بعرف استخدمه كويس واطلع كل الحاجات اللي انا محتاجها منه. دي الفكره كلها، إنما من كتر البرامج مش هي دي الهدف. تمام؟ شكرا باشمهندس عقيب، شكرا باشمهندس اسراء، فرصة باشمهندس نعيمة، تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مهندسة نعيمة عالجين من تونس، بارك الله فيكم على المحاضرة القيمة. شكرا مهندس عمر سليم، أنا متابعتك من سنين، كنت في محاضرة ثانية اللي على البيئة العربية في الفيسبوك على الدينامو، وفي نفس الوقت نحاول باش نسمعكم المحتوى متاع البيم عربية، محتوى ثري جدا وتقدمون الكثير للأمة العربية، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أنا المشكلة في تونس كونها ما زلنا ما اعتمدناش البيم، قاعدين نتكونوا أمل بصفة تطبيقية ما دام الدولة ما خدتش بزمام الأمور، ما شجعتش استخدام البيم، ما زلنا ما عندناش الفرصة اللي باش نطبقوه.
بالنسبة للتطبيق هو كفريق مع مهندس معماري ومهندس مع الاختصاصات الأخرى، وهذا معناتها في هناك تونس ليس هناك فريق، معناتها لا تستطيع أن تكون فريق بما أن كل اختصاص يعمل وحده. هل هناك فرصة في بيم عربية لقبول متربصين أو معناتها أعمال تطبيقية في هذا المجال؟ وشكرا. جزاكم الله كل خير. أهلا بأهل تونس، تونس الخضراء. هي فكرة كويسة جدا، نحاول أعرضها على الفريق بتاع بيم أريبيا إن إحنا نعمل منصة والناس كلها تبدأ تشتغل وتتدرب عليها، وإن شاء الله يعني نقدر نوفرها بشكل مجاني، هكلم الشباب فيها إن شاء الله، بحيث إن يعني في ناس كتيرة في تخصصات مختلفة وكل واحد فيهم بيدور على فريق، تمام؟ فنبدأ إن إحنا نعمل حاجة زي كده ونقسم الناس مجموعات ويبدأوا يشتغلوا ويتدربوا إن شاء الله في حاجة زي كده. بالنسبة لموضوع الحكومة، محدش يستنى الحكومة تعمل حاجة، تمام؟ هنستنى كتير قوي، لا، لازم إن إحنا نشتغل بشكل فردي ونبدأ نطور نفسنا. أنا بدأت في البيم لا الحكومة ولا الشركات ولا الأشخاص حابين الموضوع، بس أنا كنت حاسس إن هو ليه مستقبل، فبدأت فيه وبدأت جربت كذا برنامج لحد ما لقيت البرنامج اللي هو كويس، وكلها برامج كويس، أركاد وماجيكاد وريفت وحاجات زي كده. فبالتوفيق إن شاء الله. المهم نبدأ النهارده، ما ننساش بكره، يعني الناس وهي بتتكلم كده تبدأ تحمل البرامج أو تبدأ تشوف الفيديوهات وتطبق، أهم حاجة التطبيق عشان نبدأ أشتغل صح. شكرا حضرتك. ألف شكر باشمهندس، الله يكرمك. شكرا باشمهندس نعيم، وشكرا لمشاركتك والإنتراكشن معك الليلة، شكرا لكل الأشقاء المهندسين في تونس. باشمهندس إسراء شافة دار مداخلة جديدة، تفضل باشمهندس إسراء. السلام عليكم تاني، معليش المداخلات الكثيرة، بس بصراحة أنا ما صدقت يعني لأنه I've been pursuing this for a long time and حتى I even started يعني to ask Mr. Hashim ابن عوف to mentor me in this sector. طيب بالنسبة لي شخصيا يعني أنا I started with the CAD AutoCAD from schematic to construction documents. Then بعديها الاركيكاد برضو from schematic to construction documents. I did what you have suggested earlier, you know, to convert مثلا from 3D to 2D and vice versa. Then اتجهت على الريفت because you know لقيت إنه في movement, everyone is going for rivet. So بيجا في النهاية برضو also أنت you follow الحاجة what's the job market needs. تمام. فهسي مثلاً three softwares دي أنا I excel, لكن زي ما قلت لك I lack the part of coordination مع the other specialties, plus إنه since in the BIM is not well practiced here, ما بتلقى chance إنك to do BIM within a team. That's why I asked earlier, you know, what do I do if I want to pursue this? يعني هل أنا to seek internships? What يعني exactly في المحيط البسيط بتاع opportunities ده ألقى وين الطريق؟ شكرا جزيلا. طيب بص يا باشمهندس اسراء، هو الطريق مش هيكون مفروش بالورد، بالعكس محتاج جهد بسيط جدا، واعتقد ان الجهد دلوقتي ابسط بكتير من زمان. يعني انا اسف بتكلم عن تجربتي، بس انا فعلا لما بدات ما كانش في يوتيوب، تمام؟ ما كانش في شرح لا بالعربي ولا بالانجليزي، تمام؟ وممكن نتعاون مع بعض، ممكن نعمل منصه ونبدا نشوف موضوع البيم دوت، يعني الناس اللي حابة الناس تتواصل ونحاول نعمل حاجة زي كده مفيش مشكلة، نحاول نطبق الموضوع. أنا كنت بطبق لوحدي، يعني كنت بفتح اتنين ريفت وده بيوزر وده بيوزر، وببدأ أعمل شغل هنا وأشوف التاني هيتقبلها إزاي ويبعت ريكويست، وده ملف معماري وده ملف إنشائي، ونشتغل مع بعض
في نفس الشغل ونبدأ نعمل لينكات أو نعمل مع بعض ويعني وهكذا. فالبداية أنا ما بستناش حد، تمام، بحاول إن أنا أتعاون مع الناس، بس لو الناس كلها قالت لك لأ خلاص أنا هكمل لوحدي، تمام. فأنا بقول لحضرتك لما بدأت كنت بفتح نفس الملف مرتين واشتغل هنا شغل وابعت ريكوست لنفسي وشوف الشغل هيبقى عامل ازاي وحاجات زي كده، زائد ان يعني ممكن نبدا نشوف مع بعض الشباب ونبدا نعمل بكل بساطه، نشوف كوماندات انفايرمنت يكون رخيص ونحط عليه الشغل، ونبدا نشوف جروبات ونبدا نعمل شغل معماري وانشاء وكهروميكانيكال مع بعض في شغل حقيقي او شغل امثله عليها، ودي فكره كويسه ان شاء الله، ونبدا نهتم بالموضوع ونتبنى الموضوع. وباشمهندس اشرف الدين بيشجع الموضوع، احنا كلنا نتعاون مع بعض في اللي يخدم البلاد والعباد باذن الله. شكرا. وما نستناش الحكومه تعمل حاجه، وما نستناش ان نلاقي مره واحده شركه بتقول لك احنا هنطبق البيم بشكل قوي، لا انا ببدا حتى لو الناس كلها مش بتشتغل في الموضوع. انا بدات مثلا في الريفت، وبعد كده دخلت مثلا في البعد الرابع والخامس في النفس وركس، وبعد كده دخلت في برامج كتير جدا في الاستدامه سواء بجراس هوبر او ديزاين بيلدر، او بعد كده دخلت في الفاسيلتي مانجمنت. وكل مرحله من دول بيبقى الناس لسه بتفكر ايه ناخد ايه، بس الواحد بيحاول ان هو يشوف المرحله الجايه ايه وهكذا، تمام. فابدا من النهارده، وممكن تشوف اي حد من المهندسات عايز يبدا في حاجه زي كده وتبداوا تبادلوا مع بعض، ممكن حتى نكتبها على بيم اريبيا اللي عايز يتطوع، وبس ننظم الموضوع عشان ما ناخدش الناس ونعشمهم واحنا لسه مش لاقيين كوماندات انفايرمنت يكون مجاني او رخيص، بس اعتقد جوجل درايف كويس، فنظبطها ان شاء الله ونبعت لكم باذن الله. شكرا مره اخرى باشمهندس اسراء، شكرا باشمهندس عمر على التعقيب. وحقيقه الليله يعني انا سعيد جدا انه كانت مشاركات بكل الشقيقه مصر الجزائر تونس، و انا بفتكر انه واحده من اهم توصل السي في دي انه يا اخي يحصل شير للنولج ويحصل انفورميشن من اذرز. انا حقيقه سعيد بكل المشاركات اللي جاتنا، وانا وللدعم الافكتفنس انا هحاول اسرد الاقتراحات اللي جاتنا من اول بعد جاتنا من الناس اللي شاركونا. باشمهندس معمول هو بيتكلم عن انه يا اخي يحصل يعني اوبن سورس لموضوع البيم هنا في السودان، وفي باشمهندس ناس قالت ال ديت ماب جايين تو ديفلوب الحاجه دي في السودان، والخبرات اللي حصلت في بلدان ثانيه كيف نحن ممكن نستفيد منها. باشمهندس اسراء بتقول انه يا اخي داير الشير نولج زول انترستد في موضوع البيم، مش يمكن باس اوت بروسيس من انترستد زول اكسبرتيز. وحقيقه باشمهندس نعيمه بتقول انه يا اخي هي طالبه من كل الحضور الانترستد في موضوع البيم انه يحصل كوميونيكيشن والناس ترانسفير النولج، وتحدث الايميل و على الشات. انا شايف انه الناس لو بتستفيد برودكتيف نحاول نستفيد من الانجيجمنت والبارتيسيبيشن لكل الحضور الليله، انه لكل الناس انترستد ممكن الناس كرييت فوروم اور كوميتي سبورت ايتش اذر في موضوع البيم. انا بدي فرصه ثانيه لجميع الحضور اللي حابين يشاركوا او مداخلات او اي اسئله باشمهندس عمرو. بذكر انه باشمهندس عمر عمل شير للسورس بتاع البرزنتيشن في الشات، وعمل شير للسورس في جوجل درايف كل الناس اللي بتناسب البرزنتيشن. اتمنى انه ناخذ واحده من الاوت كومز حق البرزنتيشن الليله انه نحن نخلق كوميتي او شير نولج جروبس مهندسين سودانيين ومصريين وجزائريين وتونسيين في موضوع البيم. انا شايف انه دي بتكون جريت اوبورتيونيتي الناس تشير انفورميشن عن موضوع البيم، حتى بتعمل انكورجي لكل الناس الانترست اللي دارين تشوف ثرو بروسيس بتاعت الاكسبرتيز موضوع البيم انه تو جين نولج. ايوه
طيب ان كيس انه ما في اي انتراكشنز انا بدي فرصه للبشمهندس عمر اللي هي كونكلوجن هذه السبيشال ليله. تفضل يا باشمهندس. جزاكم الله كل خير، الف شكر لحضراتكم وشكرا على الحضور. تكنولوجيا بيم في الملخص هي ثوره في عالم البناء، ثوره هتفرق كتير قوي، هتخلي في تحكم في الوقت وتحكم في التكلفه وتحكم في الجوده، فنتمنى الناس تتبناها. مش بنعمل دعايه لشركه معينه او لحاجه معينه، احنا بس بنعمل لفت انتباه للناس انها تشوف افضل حاجه موجوده على مستوى قطاع الانشاءات. لو في تكنولوجيا طلعت تاني يوم هنتبناها ونشتغل عليها، مش بنتعصب لحاجه. وجزاكم الله كل خير وشكرا للحضور، واسف لو كنت اطلت عليكم، الف شكر لكم. شكرا باشمهندس عمر، وكنا سعيدين جدا بمشاركتك معنا الليله. شكرا لكل الحضور، شكرا لكل المشاركات، شكرا لكل الاسئله، واتمنى انه كل الريكومنديشنز تتخطت الليله يحصل لها امبلمنتيشن. انا ذكرت اربع مقترحات ممكن احطها في الشات، ومساء سعيد وشكرا لكم، ونتلاقى في CBD ايفنت ان شاء الله. شكرا لكم ومساء الخير.